السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي، آخر حلقة في المونديال بعد ما تم إسدال الستار على بطولة كأس العالم روسيا 2018. منتخب فرنسا بيتفوق وبيفوز بنتيجة كبيرة على المنتخب الكرواتي بأربع أهداف مقابل هدفين. كلام كتير عن المباراة وكلام كتير عن المنتخبين، وبالتالي هنستعرض معاكم النهاردة بشكل فني أكبر شوية من كل الحلقات علشان نبين لحضراتكم إزاي منتخب فرنسا قدر أنه يتفوق على المنتخب الكرواتي، وكان باين جدا على المنتخب الكرواتي الإجهاد الشديد اللي وصل له بعد ما وصل لعدد مباريات أكتر من المنتخب الفرنسي، وكمان يعني عدد راحة أقل من المنتخب الفرنسي. منتخب فرنسا لعب عدد ماتشات أقل وكمان ريح وقت أطول من المنتخب الكرواتي، لكن شفنا المنظر الجميل والمنظر الحضاري ما بين رؤساء الدول. لعبة كرة القدم هي الرياضة الوحيدة اللي بتجمع كل رؤساء الدول وبتلم شمل كل البلاد. شفنا النهاردة ازاي رئيسة كرواتيا موجودة مع رئيس فرنسا، وازاي الروح الرياضية اللي كانت موجودة أثناء وبعد المباراة. شفنا الرئيس الروسي في الكلمة يعني كلمته اللي اتكلم بيها في نهائي المونديال، وأيضا في تسليمه المونديال 2022. شفنا كمان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مظهر حضاري، زي ما بقول لكم مفيش لا غير لعبة كرة القدم اللي بتجمع وبتلم شمل الشعوب كلها، روح رياضية ما بين اللعيبة. شفنا مباراة ممتعة، ما كانش حد يتوقع ان المباراة يكون فيها 6 أهداف، وبالمناسبة دي تالت أعلى مباراة نهائي في بطولة كأس العالم يتم تسجيل أهداف فيها. فيعني كلام كتير وأخبار وجوائز. شفنا مبابي أفضل لاعب صاعد في المونديال، شفنا لوكا مودريتش أفضل لاعب، شفنا كورتوا أفضل حارس، شفنا هاري كين هداف المونديال ب6 أهداف. يعني كلام كتير على نهائي المونديال من أمتع النسخ وأحلى كؤوس العالم اللي الواحد عاصرها وشفناها. ديدي ديشامب بيحقق رقم إنه يحصل على كأس العالم كابتن فرنسا، بعديها ب20 سنة بينجح إنه يحصل على اللقب وهو مدير فني للمنتخب الفرنسي، عشان يحقق ثالث مدرب أو ثالث لاعب يحصل على اللقب كلاعب ومدرب بعد زاجالو الكبير وفرانس بيكنباور الألماني الأكبر هو كمان، وديشامب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. الفرنسيين بيتألقوا، زين الدين زيدان مع ريال مدريد ويحقق ريكورد محدش حققه قبل كده، 3 دوري أبطال ورا بعض محدش حققها تماما. نفس القصة ديشامب، حقق اللي الألماني والبرازيلي بس هم اللي حققوه، حقق بطولة كأس العالم لاعب ومدرب مع المنتخب الفرنسي. شفنا طبعا الروح الطيبة اللي كانت ما بين الرئيس الفرنسي مع اللعيبة ورئيسة كرواتيا أيضا مع اللعيبة، ويعني إن الموضوع مشي بشكل رائع جدا جدا. عجبني كان تصرف رئيس فرنسا مع رئيسة كرواتيا مع رئيس روسي مع رئيس الاتحاد لكرة القدم، كمان رئيس الاتحاد الكرواتي صقر صاحب يعني الجيل الذهبي أيضا للمنتخب الكرواتي في 98، وصاحب أهداف منتخب كرواتيا والإنجازات اللي حققها، لكن يجي جيل مودريتش وجيل راكيتيتش عشان يحقق تاريخ أكبر من اللي حققه جيل صقر، وأنه يوصل للمباراة النهائية ليلاقي فرنسا. لكن زي ما أنا قلت كرواتيا عايز أتكلم عليها بالتفصيل، لكن ما حدش يزعل من الكلام اللي أنا هقوله. كرواتيا يمكن أنا شايف أن هي أول منتخب عنده خط هجوم قوي. شفنا النهاردة الهفوات والأخطاء اللي وقع فيها منتخب كرواتيا. ليه بقول ما حدش يزعل مني؟ عشان كتير جدا من الشعب المصري كان متعاطف مع المنتخب الكرواتي، دايما احنا البني ادمين البشر دايما بنتعاطف مع الجانب اللي فرصه اقل الاضعف، بيبقى في بعض المشاعر تجاه المنتخب الاضعف. يعني اي حد، يعني البرازيل لما تلاعب منتخب عربي، لما تلاعب منتخب افريقي، لما تلاعب منتخب اقل منه، هتلاقيني بنشجع المنتخب ده، هنبقى قلوبنا مع المنتخب ده. طبعا البرازيل بتمتعنا، بتدينا كرة جميلة، لكن احنا دايما بنتعاطف مع الجانب الضعيف. مين يفتكر نيجيريا
في كاس العالم 94، ومين يفتكر نيجيريا في الاولمبيات والمباراه النهائيه امام الارجنتين لما كلنا كنا متعاطفين وكان كلنا امل ان 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 المنتخب النيجيري يفوز. كان كانوا بقى ودانيال اموكاتشي ورشيد ياكيني نجوم كتيره جدا جدا كلنا كنا متعاطفين معاه. كمان يعني شفنا ازاي تاني روسيا سلمت مونديال 2022 في منظر حضاري، في منظر جميل. شفنا حفل ختام رائع جدا كان فيه النجم العالمي ويل سميث، وايضا النجم افضل من لمس كره القدم على مر التاريخ رونالدينيو. شفناه والبهجه، مش بس والكوره في رجل رونالدينيو، ده كمان البهجه في ايد رونالدينيو خارج المستطيل الاخضر وهو بيشارك في حفل او نهائي حفل المونديال. روسيا بصراحه قدمت نسخه رائعه من التنظيم، الرؤيه اختلفت تماما لكل العالم في رؤيته لروسيا. كلنا شفنا روسيا بالطابع الايجابي بالجانب الحلو، شفنا تنظيم على اعلى مستوى، شفنا كل حاجه متوفره. امبارح كان معايا الاستاذ كريم رمزي قال ان هو كان موجود هناك، كل حاجه في المترو، في دخول المدرجات، في الميكسد زون اللي بتقابل فيها لعيبه المنتخبين بعد المباراه، في المؤتمرات الصحفيه. وبالمناسبه لازم ان احنا يعني نشيد ونذكر كده اسم واحد من الموجودين بقوه في روسيا، وهو واحد من الميديا كونسلتنت او واحد من مسؤولين تنظيم عن المؤتمرات الصحفيه والاعلاميه في روسيا، هو محمد ثابت المصري المتواجد حاليا في روسيا، واللي كان بيدير المؤتمر الصحفي قبل المباراه في ملعب لوجنيكي وبعد المباراه. هو فعلا شرف لينا كمصريين وجوده بجانب المديرين الفنيين وبجانب كباتن الفرق، فبالتالي يعني لازم نشيد بدوره على الهواء مباشرة ونديله حقه عشان الراجل ده تعب، لكن ما كانش ظاهر ولا حد في الإعلام بيتكلم عليه، لكن دوره قوي جدا جدا ومن الركائز الأساسية في الفيفا، وبالتالي بنشكره شكرا جزيلا على وجوده وعلى عمله وعلى أدائه الطيب وعلى المظهر اللي شرف بيه أكيد كل المصريين. أي حد مصري بيبقى موجود في منظومة عمل هو مش بيمثل نفسه، لا ده بيمثل بلد بحالها، زي ما الكابتن جهاد جريشة كان موجود وتألق في مباراة انجلترا وبنما، وهو أيضا مش بس كان باسم التحكيم الدولي، لا ده كمان التحكيم المصري وكل المصريين اللي أكيد لما بيكون واحد منهم موجود في مكان بيأدي بأقصى دور وأقصى قوة موجودة عنده. دي بالنسبة يعني دي بالنسبة لي كانت مقدمة لمباراة فرنسا وكرواتيا، لسه عندي كلام كتير هتكلم عليه، لكن طبعا معنا الأخبار اللي موجودة على السوشيال ميديا وعلى المواقع والصحف العالمية، كلها عن ما بعد المونديال، كلها أخبار عن الألقاب الفردية ودور فرنسا والرئيس الكرواتية ورئيس فرنسا، وبالتالي كمان معنا إحصائيات المباراة، هنتكلم بالإحصائيات علشان معانا أرقام كتيرة جدا جدا عن مباراة اليوم. زي ما قلت لحضراتكم محدش كان يتوقع أن المباراة تنتهي بأربع أهداف مقابل هدفين. شفنا الثقة الزائدة من لوريس حارس مرمى توتنهام ومنتخب فرنسا اللي كانت هتكلف منتخب بلاده الكثير من الأهداف، لكن منتخب فرنسا بالدفاع القوي قدر أنه يحافظ على النتيجة ويخرج من المباراة 4-2. كمان زي ما احنا متعودين هيبقى معايا في الجزء الثاني من الحلقة ضيفة وضيف حضراتكم اللي هيشرفني وينورني في الاستوديو علشان نتكلم معاه كمان فنيا أكبر من كل مرة عن أداء منتخب فرنسا وأداء منتخب كرواتيا، وهو الناقد الرياضي بموقع في الجول الأستاذ عادل كريم. إن شاء الله يكون موجود معايا علشان نتكلم بالتفصيل عن مباراة النهائي ومونديال روسيا، وإيه الدروس المستفادة اللي احنا نتعلمها من كاس العالم. شفنا كاس عالم غريب ما اعتقدش انه هيتكرر، ممكن الله أعلم، لكن واحنا بنتكلم على كاس العالم معنا واحد من نجوم فريق مانشستر يونايتد، واحد من نجوم المنتخب الروسي هو أندري كانشلسكس علشان يتكلم معنا بشكل أكبر عن المونديال. مستر أندري ويلكم. Yes, hello. How are you?
I'm fine, and you? Yeah, everything is good. It's a pleasure, of course, to have one of the former players of Manchester United and the Russian national team on Al Ahly TV. It's a pleasure. Yeah, okay. Yes. My pleasure as well. Yeah. So, of course, I want to know what is your opinion about the World Cup in general? No, just a good organization. It's excellent organization. Everybody happy. Just we have some great security. Just fans, every fans happy with World Cup in Russia. Yes. Of course, we go to some today very, very, very good for us because it's maybe for Russian football improving after this World Cup. Yes, I will translate to the people and to the audience, and I'll be back to you for the second question. طبعا سألته على رأيه في كأس العالم بشكل عام. هو طبعا يحمل الجنسية الروسية ونجم المنتخب الروسي. فقال لي كأس العالم كان تنظيم جيد جدا, في تنظيم أمني زي ما احنا شفنا المباراة النهاردة على أعلى مستوى, وكانت كل حاجة متوفرة في المونديال. Mr. Andrei, can you see the Russian national team can continue with this generation, with this good performance to the next World Cup 2022? No, just we wait. Because we go to no bad, you know. We wait for looking for forward in Qatar. Just maybe some young players come to the team, you know. Maybe, of course, it's big change now. There may be some good consideration for the new players and the more youngest players. Because we have so many team, all these players. Anyway, it is good for Russian football, for the kids, because it's a lot of kids watching big star like Ronaldo, Messi, it's Griezmann, just Germany players. You know, it's good because it's a lot of heroes here, a lot of good players coming to the World Cup. Maybe some new players change mind for football, about football. Yes, yes. سألته على هل الجيل الروسي الحالي قادر على العطاء والتكملة في مونديال قطر 2022 بالمستوى الطيب اللي احنا شفناه في المونديال الحالي. قال لي طبعا فرصه طيبه للجيل الحالي, لعيبه صغيره في السن, لعيبه عندها طموح, لعيبه عندها احلام, مع مدير فني, مع منظومه جيده. اعتقد مع بعض طبعا التطويرات هيقدر ان المنتخب الحالي يكمل لمونديال قطر 2022. وذكر طبعا ان ممكن ما يكونش في لعيبه مش هنشوفها في المونديال القادم زي ميسي وزي رونالدو الكبر طبعا سنهم. مستر اندري, فرانس اند كرويشيا game. I want to ask you about the game. Is the physical overload of the Croatian players affected badly on their performance? No, just Croatian, I don't understand. It is hard because Croatian play in the three extra games. Yes. And the big, little bit tired, you know, see what's happened after the game. No, end of the game, sorry. The Croatian players were tired, and also two mistakes. Croatia lost. Anyway, good for the country, small country. Good results for everybody. Good for the country, good for the players, good for the fans and the family as well. طبعا سألته على مباراة فرنسا وكرواتيا, هل التأثير البدني كان مؤثر بشكل سيء على المنتخب الكرواتي في النتيجة اللي شفناها النهاردة؟ قال لي طبعا منتخب كرواتيا لعب أشواط إضافية زيادة عن المنتخب الفرنسي, وبالتالي أثرت عليهم بالإجهاد. وكمان اتكلم على إن هي بالنسبة لدولة كرواتيا دولة صغيرة, لكن في الإنجاز اللي وصلته ده أعتقد إن حاجة تتحسب للبلد وللعيبة. مستر أندري, do you think Didier Deschamps is lucky to have such a good quality of players? Sorry? Is Mr. Didier Deschamps, the head coach of France, lucky? Yeah, no, you have very French and good players, good team, it's good organization and tactics. I think so. It's true World Cup champions and the French national team. It's well done. It's good work for the team, especially go to together, work with new players, old players. It's a good work for Deschamps, you know. It's a congratulations for the French national team.
يس. سالته على هل ديدي ديشامب محظوظ ان معاه لعيبه بالمستوى الجيد جدا في روسيا 2018 وانهم يحققوا انجاز ده؟ قال لي طبعا ديشامب معاه مجموعه ناجحه ومنظمه ناجحه، كل حاجه كل طرق النجاح مع ديشامب ان هي تؤدي في الاخر الى الفوز ببطوله كاس العالم، وهو كمان شايف ان هو مدير فني جيد. مستر اندري، فاينلي اي وانت تو اسك يو، دو يو ثينك ذات فرانس ديزيرف تو وين ذا وورلد كاب؟ هو Do you think France deserve to win the World Cup, or do you think that there was another national team can deserve or deserve the winning of the World Cup? Good win, yes. I think so, yes. French win. Who do you think the best player? Is Modric the best player, or maybe you can say another one? For me, it's, I think so. He's Belgian player. Hazard. No, Hazard and De Bruyne. De Bruyne is, just, I think so, for me, is best midfielder, you know, best player. Of course, Belgium out. Belgium no played final. If Belgium team played final, definitely he De Bruyne best player in the world. طبعا سالته على هل ان فرنسا كانت تستحق الفوز بالمباراه او ببطوله كاس العالم؟ قال لي طبعا. فقلت له وبالتالي مين افضل لاعب انت شايفه من وجهه نظرك؟ قال لي دي بروين هو افضل لاعب. مستر اندري كانشلسكس، ثانك يو سو ماتش فور يور تايم، اند اوف كورس وي ويل توك فيري سون. ثانك يو سو ماتش، باي باي. كان معايا على التليفون اندري كانشلسكس، اسطوره مانشستر يونايتد واسطوره المنتخب الروسي. الراجل ده لعب مع مانشستر 123 مباراه، سجل 28 هدف، لعب مع المنتخب الروسي 36 مباراه، سجل 4 اهداف. يعني لعب مع مانشستر من سنه 91 لسنه 95 تحت قياده السير اليكس فيركسون، واحد من اللعيبه القليلين اللي عندهم الجنسيه الروسيه اللي لعبوا في الدوري الانجليزي. كلنا اكيد نفتكر ارشافين نجم نادي ارسنال، هو ايضا كان يحمل الجنسيه الروسيه وكان متواجد في الدوري الانجليزي مع فريق ارسنال. واخر سؤال طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم، هو بيعتقد ان دي بروين هو افضل لاعب في البطوله من وجهه نظره. معظم الناس او معظم النقاد شايفين ان ايدن هازارد ايضا يستحق جائزه افضل لاعب في المونديال. نبدا مع حضراتكم كده بدايه باخبار المونديال، ونقول لحضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده على الساحه الرياضيه وكمان غير المونديال. معانا بعض الاخبار اللي ليها علاقه ببعض المنتخبات وبعض المدربين اللي كانوا متواجدين في المنتخب في المونديال. الخبر الاول هو منتخب فرنسا بطلا لكاس العالم للمره اللي قيم في الملاعب الاوروبيه، هو سيباستيان دي صابر علشان نتكلم معانا على مونديال روسيا 2018. مستر سيباستيان. Yeah. How are you? Yeah, it's fine. Thank you. It's our pleasure, of course, to having you on the Al-Ahli Television. Yeah, okay. Thank you so much. Of course, I want to know your opinion about the game between France and Croatia. We all know that Croatia have a physical overload problems. They played a lot of matches, or they play a lot of minutes more than France. The difference between the days, between the rest in France and Croatia was less. Do you think the physical overload was a problem for the Croatian players today in the final game? Yeah, sure. Maybe a little because a final is not easy to play. A final is not a very good game for France, but the most important result is the level of this competition. And I think score of 4 goals in the final is not easy, and the most important is the result. And the result, France is a champion, and I think it's the most important. But it's true. I think France, the team, played a better game in quarter in semi-final. But today, also, it's a different game. Totally with the pressure, it's not easy. I will translate to the audience and I'll be back to you. طبعا سالته في البدايه، طبعا مستر سيباستيان دي صابر كان المدير الفني السابق للاسماعيلي وهو واحد من المدربين المحترمين في عالم كره القدم. سالته على رايه في
منتخب فرنسا ومباراه كرواتيا، وهل الحمل البدني كان عائق للمنتخب الكرواتي؟ اي طبعا منتخب كرواتيا كان متاثر، لكن طبعا منتخب فرنسا كان افضل. ديشام عرف يقود المباراه بشكل عرف يطلعها بنتيجه ايجابيه. مستر سيباستيان، وات ذا ديفرنس بتوين ديشام in Euro 2016 and the final game and losing against Portugal 1-0 and Deschamps 2018 and winning against Croatia 4-2. No, I think it's a final against Portugal. It's a good game, but I think today it's a good cohesion and quality, because team, it's good defending, and we have some solutions to play fast attack with players like Mbappe or like Griezmann. And I think the profile of this team this year is good. In more, this team is young, and it's very very nice for the future. And maybe against Portugal, it's lucky, because I think the team played a good game in final during Euro, but it's like this. It's not really a final. It's special, you know. يس، سألت على ايه الفرق ما بين ديشام في 2016 في نهائي اليورو امام منتخب البرتغال لما خسر 1-0، والفرق ما بين ديشام في نهائي 2018 قدام كرواتيا وكسب 4-2. قال لي طبعا في 2018 مع لعيبه عامله فارق زي جريزمان متألق بشكل كبير اكثر من 2016، وكمان معاه امبابي. 2016 ما كانش فيه توفيق، وكمان منتخب البرتغال هو شايفه كان افضل. Mr. Sebastian, who was your best player in the World Cup? My best player in the World Cup is Kante. Kante, yes, I agree with you 100%. Yeah, same. Today is difficult because he take a yellow card at the return in the game. Yes. I think the coach, it's a good idea to change him. Yes. To change him, but very important stability in the middle and. The team playing a fast attack. It's very important to keep Kante in front of the defense. سألته على أفضل لاعب من وجهة نظره في كأس العالم، قال لي بالنسبة لي كانتي، لكنه النهارده أخذ كارت أصفر، وديشام فضل إن هو ما يصبرش عليه عشان ما ياخدش كارت أحمر، وبالتالي تم استبداله، لكنه كان يأمل إن هو يكمل المباراة. مستر سيباستيان، do you watch the Egyptian national team in the World Cup? What? The Egyptian national team. Did you watch the games of the Egyptian national team? Yes. What? Sure. I watched all games. Yes, yes. What do you think? What happened with the Egyptian national team in the performance? They lost three games. A lot of negative things happened. No, I think the competition and when you play with your star or your best player. Important or very difficult. I think it completely changed if Salah was 100%. Yes. But it's like this. It's very damaged. Mr. Sebastian, do you think that the lack of the experience was also a big problem for the Egyptian national team? What? The lack of experience. The Egyptian players, they don't have experience in the World Cup. Do you think this also one of the problems? Yes. It's a problem. This is a problem. Maybe it's very important for this team to qualify for the another time very very quickly. Maybe yes. In Qatar to have now the preparation before the competition, the atmosphere with the fans. The federation, it's totally news for this team, and I think it's a good experience for the team. But after, like I say, without Salah 100%, it's very difficult for this team. طبعا سألته على رأيه في أداء منتخب مصر، وهل هو شاهد المباريات ولا لا؟ قال لي طبعا تابعت منتخب مصر، لكن عدم وجود محمد صلاح وهو قوة ضربة لمنتخب مصر كان صعب جدا في بداية المباراة. بعد كده قطعت كلامه وقلت له هل كمان عدم وجود خبرة في لاعبي منتخب مصر ممكن تسبب مشكلة؟ قال لي طبعا، وكمان هو شايف إن هما ممكن المونديال ده يكون خطوة لمونديال 2022. مستر سيباستيان، if you were the head coach of the Egyptian national team in the World Cup,
Do you will play like the same way of Mr. Hector Cooper, or you will play more football, more attacking? No, it's difficult for me to tell that because I need to choose the player to put the good strategy. I think the best person to that is the coach Cooper. But for me, it's impossible for me. I said I play like this because I don't have the feeling with the player. But I have my opinion. My final yes, opinion. Yes, I want your opinion. I want your opinion, Mr. Sebastian. No. Opinion is at this level of the World Cup, it's very difficult. Okay, like other like Morocco, like Tunisia, like Nigeria, we feel it's possible for some African team, but in the final nobody go out the group stage. But we need in Africa to go step by step because the quality of the football is in Africa. You see the French team. French team, okay, the formation. A lot of African players. Yes. And for me, I like Egypt, I like Africa. I know the future, one African team will win the cup soon because the federation is organizing in this moment. I know the Egyptian football is a very, very good, level, and I think it's one question of time. Would you love to come to Egypt and be the head coach of the national team if you have the opportunity? For me, I like Egypt. I like my way with my ID. Yes. I have a lot of friends in Egypt. Maybe I return one day to. Work in Egypt, but for the moment I am focused in Uganda team because we are first the group stage for the next AFCON. We have two important games September and October. Yes, with the Ugandan national team, right? Yes. With Uganda national. Yes, of course. Good luck, and of course, I'm sure that you will do very good with the Ugandan national team. Mr. Sebastian Desabre, thank you so much for your time, and good luck again with your national team, Uganda. كان معي على التليفون مستر سباستيان ديسابير المدير الفني السابق لفريق الاسماعيلي والمدير الفني الحالي للمنتخب الاوغندي. اخر سؤال كنت بساله بقول له رايك في منتخب مصر لو كنت مدير فني، هل كنت هتلعب بنفس الطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها مستر هيكتور كوبر؟ طبعا قال لي بالنسبه لي الموضوع صعب ان انا اقول لك عليه، لازم اكون موجود احط خطه واستراتيجيه للمنتخب، انقي لعيبه تتناسب مع الطريقه اللي انا بنفذها، لكن هو واتكلم في حته مهمه جدا على اللاعب الافريقي وامكانيات اللاعب الافريقي ان هي امكانيات عاليه جدا، واتكلم على مصر ان هم دوله او لعيبه بتحب تلعب كره قدم، وهو عنده يقين ان الكره الافريقيه في يوم من الايام هتفوز بجائزه كاس العالم. لما قارن بمنتخب فرنسا قال لي منتخب فرنسا كله افارقه، وبالتالي مش بعيد في عالم كره القدم ان المنتخبات الافريقيه تفوز ببطوله كاس العالم، واتكلم كمان ان هو عنده لقاءين جايين جدا مهمين في تصفيات امم افريقيا مع منتخب اوغندا، فقلنا له نتمنى لك التوفيق. واخيرا قلت له هل حابب ان لو تم العرض عليك انك تتولى منصب مدير فني منتخب مصر هل هتوافق؟ اي طبعا انا بحب مصر جدا وبحب طريقه شغلي مع مصر والمصريين، وبالتالي لو جالي فرصه اكيد اكون موجود. وده كان كلامنا مع مستر سباستيان ديسابير، واحد من نجوم التدريب اللي جم مصر في فتره قاسيه لكنهم اثبتوا جدارتهم في مصر. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحاول نجيب لحضراتكم كل حاجه جديده، بنجيب لحضراتكم كل حاجه مختلفه، بنجيب حاجه ننفرد ونتميز بيها عن غيرنا. يعني مجهود رائع جدا من احمد شهاب ومن عمر البنوبي في توفير كم المكالمات مع النجوم العالميه اللي بنجيبها لحضراتكم. الحمد لله والشكر لله، دايما قناه الاهلي بنحاول ان احنا نكون مميزين زي ما النادي الاهلي مميز. قناه الاهلي ان شاء الله دايما تكون مميزه في كل حاجه، في كل الاخبار، في كل اللعبات، في كل مناسبات. دايما الاهلي ان شاء الله قناه الاهلي تكون الرياده ليها في مجال الرياضه. اكمل مع حضراتكم باقي الاخبار.
اللي كنا بنتناولها مع حضراتكم قبل المداخلة المميزة مع مستر سباستيان ديسابير. وطبعا أنا كنت قلت خبر رينارد يحسم مستقبله مع المغرب الأسبوع المقبل، وإمبابي يتفوق على جريزمان وكريستيانو رونالدو في إحصائية. طبعا إن التيشيرتات الخاصة بإمبابي هي اللي تم بيعها اعلى من جريزمان ورونالدو، وبالتالي لاعب عنده 19 سنه بطل بطوله كاس العالم، تاني بلغه الانترنت وبلغه الكوره اصغر مراهق في عالم كره القدم يحصل على بطوله كاس العالم بعد ما بيلي حصل عليها. الايام بتلف تلف وتروح لامبابي علشان يحرز لقب بطوله كاس العالم. وصحف فرنسا تخترق اسرار ديشامب، وصحيفه لو باريزيان عنوان قالت ان ديشامب في استعراضها لعمل المدير الفني للديوك على مدار الشهر الاخير. يعني كل الصحف الفرنسيه طبعا العناوين والاخبار وكم المعلومات اللي بتكون متواجده، لكن بصراحه الراجل كمان تم انتقاده من قبل الصحافه الفرنسيه، وفي الاخر عرف يخرس كل الصحافه والاعلام اللي اتكلموا عليه بفوزه ببطوله كاس العالم. طبعا بقى مش هقول لحضراتكم ان زمان كريم بنزيما مولع دلوقتي، زمانه يعني بيقول يعني يا ريتني كنت معاهم عملوها الوحوش. فطبعا يعني مسج مهم جدا لكل لاعبي كره القدم اللي عندهم مشاكل مع مدربينهم، ان هم دايما يعني يستهدوا بالله كده، وان هم يركزوا في كره القدم فقط ويركزوا جوه المستطيل الاخضر، وان اي مشاكل بتحصل بره بتاثر عليهم داخل الملعب بالسلب قبل طبعا اي حاجه تانية. وكمان ده منتخب بلدك، يعني المنتخب البلدي اللي ليه فضل عليك ان انت تكون موجود في ريال مدريد، وبالتالي كريم بنزيما لازم كان يحل مشكلته بعد اليورو الاخيره لكنه فشل في التواصل مع ديديي ديشامب. ومارادونا يدافع عن ميسي ويمنح سان باولي لقب جديدا. طيب كالعاده مارادونا بيخرج علينا بالتصريحات وبالمثيره للجدل، انه طبعا اطلق على ميسي انه لاعب شطرنج، وعلى المدرب خورخي اطلق على خورخي سان باولي لاعب الشطرنج انه بسبب كثره اجراءات تعديلاته في التشكيله. يعني طبعا بمعناها اللي هو قاله، اكيد طبعا الكلام مختلف لكن الترجمه من الكلام اللي قاله مارادونا للكلام اللي احنا بنجيبه لحضراتكم اللي موجود في وسائل عالميه بيبقى موجود في نفس او بنفس السياق اللي احنا بنقوله. ومدرب كرواتيا نشعر بالحزن لكن في نفس الوقت نفتخر بيها اللاعبين، واحنا كلنا اكيد يعني نفتخر معاك بلاعبي كرواتيا. اولا بلد يعني عددها 4 مليون نسمه، تاني اقل بلد من حيث التعداد وصولا لنهائي مونديال بعد اورجواي كانوا 1,900,000. بنتكلم في ان كرواتيا دور المجموعات كسبت نيجيريا، كسبت الارجنتين، كسبت منتخب ايسلندا، كسبت منتخب الدنمارك بعد في دور 16 بعد ما تقدمت الاول. الدنمارك تقدمت على كرواتيا، رجعوا تاني للمباراه وبعد شوط اضافي اول وتاني رائع جدا يفوزوا بضربات الجزاء. ايضا على المنتخب الروسي خساره ثم تقدم، تعادل ثم تقدم ثم فوز بضربات الجزاء. وايضا على المنتخب الانجليزي خساره ثم تعادل وتقدم والفوز بالمباراه، واخيرا خلاص تعبوا، ويعني زي ما بنقول احنا تعبنا لهم بلغه كره القدم كمشاهدين ومشجعين للمنتخب الكرواتي. فطبعا زلاكو دالتش واحد من المدربين اللي اكيد هيكون ليه مستقبل كبير جدا في الكرة الأوروبية. ورئيس الاتحاد الكرواتي هو مش غريب على حضراتكم، هو سوكر اللاعب المهاجم المتألق والسابق في المنتخب الكرواتي وصاحب الجيل الذهبي لكرواتيا سنة 98 أو صاحب الأهداف الذهبية في كأس العالم 98 واللي كان في فرنسا. وبيقول عن تصريحه: أنا فخور جدا بفريقي، لقد استحقينا المزيد لكنه مكان جيد. طبعا تاني العالم يعني ده حاجة أمر كبير جدا جدا مع الكرة الكرواتية. وكاريمبو الأسطورة الفرنسية بيقول: فرنسا كانت أفضل بكثير في النهائي، لقد عادوا أبطالا. ومودريتش زعلان جدا وغاضب من حكم النهائي، ده كاريمبو لكن ده مودريتش في الصورة اللي حضراتكم شايفينها، إنه غاضب من الحكم. وبيقول على لسان صحيفة ماركا الأسبانية، قال إن مودريتش تحدث مع بيتانا أثناء خروجهما من الملعب بين الشوطين، وأخبره أن الخطأ وركلة الجزاء اللي احتسبه ضد منتخب بلاده مش صح. يعني ممكن الهدف الأول اللي أحرزه جريزمان ممكن يكون فيه بعض المبالغة من جريزمان، لكن الهدف الثاني اللي جه عن طريق ركلة الجزاء هو ضربة جزاء
بعد ما تم الرجوع الى الفار واكتشف الحكم ان ركله الجزاء في لمسه يد على بيريزيتش. والمنتخب الاسباني يفوز بجائزه اللعب النظيف في المونديال. لقب لمنتخب اسبانيا وحيد في مونديال روسيا. وانطوان جريزمان رجل المباراه النهائيه مان اوف ذا ماتش. انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد ولاعب المنتخب الفرنسي وصاحب هدف المباراة الثاني وسبب في هدف المباراة الأول اللي جه عن طريق الخطأ من مانزوكيتش. ومودريتش توج بجائزة أفضل لاعب بمونديال روسيا. لوكا مودريتش لاعب الريال يحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال. وكورتوا يحصد جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة. وإمبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 19 سنة. بنتكلم على لاعب يعني 19 سنة وعنده لقب بطولة كأس عالم. في ناس يعني عندها 19 سنة لسه بتبدأ حياتها في كرة القدم مع الناشئين. وهاري كين ينال جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في المونديال. وبالمناسبة عايز أقول لحضراتكم على صدفة غريبة جدا جدا. في منتخبين خسروا 3 ماتشات هم مصر وبنما. مين بقى بينضم ليهم؟ انجلترا خسرت 3 ماتشات في مونديال كاس العالم. خسرت امام بلجيكا رايح جاي وخسرت امام المنتخب الكرواتي. فتخيلوا حضراتكم ان انجلترا بعد ما طلعت رابع عالم عندها نفس الريكورد اللي مصر وبنما عندهم وهي 3 خسارات في مونديال روسيا 2018. و 3 مليون شخص حضروا مباريات كاس العالم بروسيا. رقم كبير جدا 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 وده الرقم اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا هل دولة قطر لوحدها هتقدر ان هي تستوعب 3 مليون شخص في دولة واحدة. مش بتكلم على الاقامات، مش بتكلم على التواجد، بتكلم على المرور والتحركات وعملية يعني التواجد في الدولة وان هم يخرجوا وان هم يتمشوا. موضوع هيبقى صعب، محتاج دراسة قوية جدا جدا في خلال 4 سنين جاي. ورئيسة كرواتيا احسنتم، لقد دخلتم التاريخ في محاربتكم لأسد، نحن فخورين بكم. طبعا شبهت المنتخب الفرنسي بانه أسد، لكن طبعا شفنا الروح الرياضية اللي احنا تابعناها من خلال شاشات التلفزيون من رئيسة متحضرة في التعامل مع لاعبتها ومع طبعا رئيس ماكرون ومع لعيبه منتخب فرنسا ومع الحكم. يعني هي بصراحه ما خلتش حد نفسه في اي حاجه غير ان هي اتكلمت معاه وواسته ورفعت من روحه المعنويه. كمان الحكام بوتين، بنتكلم على انفانتينو، بصراحه يعني عملت حاله من البهجه في مباريات كاس العالم. وديدي ديشامب، نحن على قمة العالم ل4 سنوات قادمة. طبعا فرنسا هي هتكون بطل العالم لمونديال قطر 2022، بس أنا أعتقد لو تولى زين الدين زيدان مسؤولية منتخب فرنسا مع الجيل الحالي أعتقد أنه كمان ممكن يكرر الإنجاز ده. لعيبة على أعلى مستوى، لعيبة شفنا تألق. تخيلوا حضراتكم اللي فارق عن فرنسا من يورو 2016 ليورو 20 في كأس العالم 2018 هو 2 لعيبة فقط لا غير. هو كانتي بعد ما تألق ونضج بلغة كرة القدم، وإمبابي. غير كده كل اللعيبة كانت موجودة في اليورو 2016 وخسارة منتخب فرنسا على أرضه وسط جمهوره من البرتغال بهدف مقابل لا شيء. وأنطوان جريزمان أنا في غاية السعادة، طبيعي جدا بيتوج بلقب كأس العالم، وده لقب غالي جدا 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 على أي لاعب يتم تتويجه. يعني تخيلوا حضراتكم لما منتخب مصر بيشارك بنقول إحنا شاركنا وعملنا إنجاز. فبال حضراتكم بقى بلاعب بيفوز ببطولة هي الأغلى في العالم، بطولة بتقام كل 4 سنين. و 38 مليون دولار قيمة الجائزة المالية لبطل العالم. نتكلم في رقم كبير جدا 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 ورقم يخض. فعلا الفيفا بتعرف تسوق، الفيفا بتعرف تبيع منتجها وبتجني كميه ربح بسم الله ما شاء الله. تخيل حضراتكم الرقم ده بس هيروح لبطل العالم، فما بال حضراتكم بالربح اللي دخل للفيفا هيكون كام؟ يعني الرقم اللي دخل لمنظمه او الاتحاد الدولي لكره القدم هو كام؟
وطبعا نجم المنتخب الكرواتيا فراسليكو، سعداء بما قدمناه فنجاحنا لن ينسى لفترة طويلة. يعني طبعا كلام إيجابي، ودايما لما فريق بطل ومكافح بيخسر أكيد عندهم روح معنوية، ودايما بيكونوا باصين لقدامهم علشان يستغلوا ويستفيدوا من الإنجاز اللي حققوه ويحاولوا يطوروه ويستثمروه مع كمان الجيل اللي هيصعد أو الشباب الكرواتي الصاعد في اليورو القادم أو كأس العالم القادم. ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيهني المنتخب الفرنسي. زي ما قلت لحضراتكم، كرة القدم هي اللعبة الوحيدة اللي بتلم كل الشعوب مع بعض، سياسيا ومن ناحية الشعوب، من ناحية الاقتصاد، من ناحية كل حاجة. وأخيرا لوبيتيجي يهنئ فاران، فخر لفرنسا والريال. لوبيتيجي هو طبعا فاران هو لاعبه في ريال مدريد وبالتالي لازم بيشكر فيه، وكمان يعني كان عنده لوكا مودريتش اللي يعني اللاعب الثاني اللي عنده في الريال، هو خسر في المباراه النهائيه لكن في الاخر هو عنده اثنين لعيبه كانوا بيشاركوا في نهائي المونديال من صفوف لعيبته في ريال مدريد. خلصنا مع حضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده على السوشيال ميديا واللي خاصه بكاس العالم، واتكلمنا على فرنسا، وكان معانا مداخلات الحمد لله ربنا وفقنا في مداخلتين الحمد لله يكونوا عجبوا حضراتكم، واستفدنا بالكلام الفني اللي اتكلموا فيه اللي شرفونا على المداخلة. بعد الفاصل طبعا هيكون معايا الجزء الثاني في الحلقة، وهو ضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ عادل قريم الناقد الرياضي في موقع في الجول، عشان نتكلم معاه على الإحصائيات، على رأيه الفني في مباراة كرواتيا وفرنسا، وأسباب فوز المنتخب الفرنسي. كل ده هنعرفه بالتفصيل مع ضيفي وضيف حضراتكم، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناة الاهلي، الجزء الثاني من الحلقة اللي هنتكلم فيها بشكل اكبر فني يعني على مباراة كرواتيا وفرنسا، المباراة النهائية اللي كان فيها 6 أهداف وكان فيها يعني أداء ما كانش حد يتوقع إن المباراة تخرج بالنتيجة الكبيرة اللي حضراتكم شفتوها. معايا طبعا ضيفي وضيف حضراتكم اللي بيشرفني وبينورني في الاستوديو دايما بيمتعنا برؤيته التحليلية، الأستاذ عادل قريب الناقد الرياضي بموقع في الجول. أستاذ عادل إزاي حضرتك؟ إزيك يا عمر؟ أخبار حضرتك الحمد لله كله تمام. الحمد لله. طبعا يعني كالعادة السؤال اللي دايما بفاتح بيه ضيفي، وهو رأيه في مونديال كأس العالم روسيا 2018، هل حضرتك شايفه الأفضل ولا ممكن أفضل من ناحية التنظيم ولا من الأداء، ولا ممكن نقول إن هو في الإمتاع والمفاجآت هو الأفضل في مدار كؤوس العالم كلها؟ أنا يعني أنا عجوز شوية، اتفرجت على من أول 82 فلا أنا شايف إنه فعلا واحدة من أحلى البطولات اللي الواحد اتفرج عليها. يعني يمكن كنا بنتكلم على 94 وعلى 98 لكن اعتقد المره دي من احلى البطولات اللي هتفرج عليها في كل حاجه، في المستوى، في الاثاره، في كل الماتشات تقريبا، في العداله كمان. انا شايف ان العداله مش عداله بس تحكيم، لا عداله ان الفرق اللي تستحق هي اللي كملت. يعني حضرتك شايف يا دكتور ان كل المنتخبات اللي وصلت للمراحل اللي هي فيها كانت تستحق الوجود؟ يعني مفيش منتخب اتظلم بالكوره؟ لا يعني باللي هم عملوه لا، انا شايف فعلا يعني فرنسا هي الفريق اللي تستحق ان هي تكمل للاخر وتاخد البطوله كمان حتى بالماتش النهارده. كرواتيا تستحق ان هي تكمل لغايه اخر المشوار، بلجيكا تستحق تكمل لاخر المشوار. يمكن الفريق الوحيد اللي كنت شايف انه كان ممكن يكمل شويه هو كولومبيا بالمستوى اللي قدموه في الدور الاولاني وفي ماتش انجلترا. لكن برضو ما يعتبرش اتظلم لان هو عمل اللي عليه ووصل للمرحله اللي يقدر عليها. اوروجواي وصلت لدور الثمانية وتعتبر هي الخامس اعتقد بالتصنيف التراكمي اللي اتعمل. ما اعتقدش، لا انا شايف ان فعلا كل فريق عمل حاجه في البطوله دي كان يستحقها، ما حدش اتظلم. احنا ممكن قلنا في مفاجات بالاسامي زي مثلا المانيا، زي الارجنتين، زي البرتغال، لكن بالمستوى لا. يعني البرتغال ما قدمتش حاجه حتى في المجموعه يتبكي عليها، اسبانيا نفس الحكايه، الارجنتين نفس الحكايه، المانيا نفس الحكايه. فما يعني هي مفاجات اسامي بس، انما مستوى كوره لا، البطوله فير يعني بنسبه 100%. طيب بما ان احنا في اخر حلقه في المونديال فهتكلم بقى مع حضرتك بشكل عام قبل ما نروح لمباراه فرنسا وكرواتيا، عايز اعرف راي حضرتك في المشاركات العربيه.
هل المنتخبات العربية طبعا حققت هي أسوأ مشاركة ليها المنتخبات العربية والأفريقية في تاريخ كؤوس العالم، فعايز أعرف رأي حضرتك في المستوى الهزيل اللي ظهر بيه المنتخبات العربية، وهل هو سبب أن القرعة وضعت منتخب تونس والمنتخب المغربي في مجموعتين أقوياء، ولا المستوى اللي احنا شفناه كمان منتخب السعودية ومنتخب مصر، ولا المستوى ملوش علاقة بالمجموعة؟ بص، هو مدرب تونس نميل معلول قال كلمة كده بعد ماتش تونس وبلجيكا، قال احنا قدامنا ثلاث أجيال عشان نقدر نلحق الناس دي، ودي كانت كلمة عادلة جدا يعني، أو كلمة يعني في الجول زي ما بيقولوا. هو دايما أنا بحس إن كابتن نبيل يا دكتور إن هو دايما بيتكلم بصدق بس الناس بتزعل منه. كان معايا هنا في المداخلة وقلت له إن الصحافة التونسية هجمتك علشان قلت إن اللاعب المنتخب المصري أفضل من لعيبة منتخب تونس. فقال لي دي حقيقة، احنا انتوا منتخب مصر عنده لعيبة بتلعب في أحسن الأندية في العالم. احنا أفضل لاعب عندنا بيلعب في نادي رن في الدوري الفرنسي. صح. فالكلمة اللي قالها دي يعني كلمة صعبة. لا كابتن نبيل زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو فعلا طول عمره مش صدامي، هو عشان صريح فده بيعمل له مشاكل. يعني انا فاكره كويس قوي بعد نهائي دوري ابطال 2012 قال لا الاهلي احسن من الترجي والاهلي هو اللي يستحق المكسب وعنده لعيبه عظام والاهلي كان النهارده مسيطر علينا وهو استحق انه ياخد البطوله. الصحافه التونسيه تاني يوم بهدلته على الكلمتين دول، ويمكن اقيل بعدها بسبب مكسب الكلمتين دول، انما هو راجل صريح جدا فهو قال الصح، هو قال احنا فرق بيننا وبين الناس دي ثلاث اجيال على الاقل، فده كان عنده حق في الكلام ده. يعني احنا يمكن اقرب فريق قدم عروض جيده شويه منتخب المغرب، لكن مع ذلك بخطا ساذج جدا خسر من ايران في الوقت الضايع، بخطا برضو او بهدف مبكر او من البرتغال ما قدرش يعوضه، حتى لما تقدم على اسبانيا مرتين ما قدرش يحافظ على تقدمه رغم ان خلاص كان فاضل دقيقتين ثلاثه. فدي برضو اخطاء محتاجه تغيير شويه في العقليه، ده برضو ينطبق على العقليه الافريقيه. يعني انت السنغال مسيطر تماما على ماتش اليابان، قبل هدف تعادل وبرضو فضل هادي جدا على اساس ان احنا كده خلاص هنصعد، حتى لما اليابان اتاخرت في ماتشها الاخراني مع بولندا وهم كانوا قدام كولومبيا فضلوا يلعبوا بمنتهى الهدوء على اعتبار ان دي تصعدهم لغايه ما دخل فيهم جون وما قدروش يرجعوا. احنا عايزين تغيير جذري في العقليه سواء عربيا او افريقيا. طيب احنا بما ان احنا بنتكلم على المنتخبات العربيه، معانا نجم الكره التونسيه واحد من النجوم اللي متعونا في عالم كره القدم، الكابتن مراد الملكي لاعب المنتخب التونسي. كابتن مراد برحب بحضرتك. شكرا ليك، شكرا للاستضافه وبرحب بالضيوف الكرام. طبعا تحياتي لحضرتك، هذا شرف لينا نكون موجودين معاك. الشرف لينا طبعا يا كابتن مراد، وتحياتنا لاشقائنا التوانسه. طبعا راي حضرتك في مونديال كاس العالم روسيا 2018 مهم جدا بالنسبه لي، وراي حضرتك في المنتخبات العربيه والتجربه الخاصه بالمنتخب التونسي والمنتخب المصري في روسيا 2018. والله بالنسبه للمنتخبات العربيه كان مستويات ضعيف شويه، كان خاصه بالنسبه للمنتخب التونسي والمنتخب المصري، عكس المنتخب المغربي اللي قام بكأس عالم رغم الانتخاب فيها وقام بكأس عالم احتراف. شفنا فريق كبير، فريق مغربي كبير عنده مستقبل ممتاز. بالنسبه للمنتخب مصر، هل حضرتك تابعت المنتخب المصري ولا ما تابعتوش؟ وممكن تكون كده عليك يعني عرفت بعض النتائج اللي كانت موجوده. والله تابعت المنتخب المصري، ريت تابعت في النتائج خاصة الاختيارات نتاع المدرب يتصور ما كانتش صعيبة. اختيارات نتاعها. يعني. طبعا حضرتك في لعيبة ممتازة معناتها في مصر ما راحتش كأس العالم. هل عدم وجود محمد صلاح في بداية مشوار مصر في كأس العالم أثر بالسلب على مشوار المنتخب في الأداء؟ ولا حضرتك شايف إن لعيبة منتخب مصر كانوا قادرين في مباراة أورجواي على الخروج بنتيجة يعني بنقطة؟ لكن الحظ هو السبب في ضياع كل المنتخبات العربية في آخر وقت الهدف بيخش، فبالتالي عدم تركيز واضح كان على المنتخبات العربية. والله التركيز على صلاح كان تركيز كبير، خاصة مع تصور أن زاد حتى تركيز اللعيبة والناس كلها تحكي صلاح، حتى اللعيب يبدأ مش معناتها هو فريق مش لاعب، لازم المنتخب المصري يركز على فريق كامل بالإطار الفني باللاعبين بالمسؤولين بكل الناس، معناتها عشان يكون هو فريق قومي، هو يمثل مصر مش صلاح بس هو اللي يمثل مصر. طيب عايز اعرف راي حضرتك في تصريحين على لسان الكابتن نبيل معلول، كان اتكلم بعد انتهاء بطوله كاس العالم خاصه طبعا بالمنتخب التونسي، قال بعد مباراه بلجيكا ان منتخب تونس محتاج ثلاث اجيال على او علشان يحصل الكره الحاليه في الكره الاوروبيه والكره البلجيكيه. تعليق حضرتك على مقوله الكابتن نبيل معلول. والله الكابتن نبيل معلول هو مدرب كبير
ومن احسن المدربين الموجودين عندنا في تونس، بس ما خدش حظه كما ينبغي، معناتها خدش الفريق في وقت صعيب شويه، في 6 شهور معناتها كون فريق، وفريق ممتاز اللي كون المدرب، بس ما لقاش الاداء ما لقاش في كاس العالم، خاصه في تذبذب التحضيرات، خاصه زاد في اللاعبين ما كانوش موجودين، ما كانوش حاضرين، اللياقه البدنيه ما كانتش توب، زاد المباريات الوديه اللي قام بها المدرب ما كانتش مباريات كثيره، ما عادش تحكم على الفريق التونسي. في نقاش المنتخب خاصه في الناحيه الهجوميه، وذاك الاثر سلبا على الدفاع، وخلى اذا كان ما تسجلش لازم تقبل اهداف، وذاك اللي صار خاصه في مباراه بلجيكا ومباراه المنتخب الانجليزي. التصريح الثاني كان اتكلم وقال على ان المنتخب مصر يمتلك عناصر افضل او يمتلك لعيبه بتلعب في بعض الانديه الاوروبيه، هم بالتالي افضل من لعيبه منتخب تونس، وقال ان احسن لاعب في منتخب تونس بيلعب في نادي رن الفرنسي. هل حضرتك شايف ان المنتخبات بقوه لاعبيها مع الانديه، ولا ممكن يكون عندك لعيبه تختارها من دوري محلي ويشاركوا ويؤدوا مع المنتخب بشكل رائع جدا، وده اللي احنا دايما بنشوفه مع منتخبات مصر وتونس والمغرب؟ هي مصر ام الدنيا، وكمان مصر معناتها من الفرق الكبيره، معناتها مصر هي رقم واحد في افريقيا. مصر هو فريق كبير معناتها بالعيد نتاعه، بالنتائج اللي قدمها في السنين اللي فاتت، معناتها ما نجموش نقارنوا، معناتها الدنيا يقعد الهرم هو الفريق المصري، رغم النتائج السلبيه، معناتها هذا ما نفس من قيمه اللاعبين الموجودين في مصر، لاعبين كبار ولاعبين في مستوى عالي. والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي، المنتخب المغربي يكون بعد النتائج اللي قدمها ينجم يكون هو حاليا معناتها في معناتها يكون معناتها مع المنتخب المصري. المنتخب التونسي لازم اكثر عمل كما المنتخبات الافريقيه كلها، خاصه من ناحية من ناحية التكتيكية، من ناحية اللياقة البدنية. شفت ازاي مباراة فرنسا وكرواتيا النهاردة حضرتك بعد فوز منتخب فرنسا ب4 أهداف مقابل 2، وهل الإجهاد البدني كان هو سبب رئيسي في خسارة المنتخب الكرواتي، ولا قوة المنتخب الفرنسي الدفاعية والسرعة الهجومية اللي موجودة واستغلال الأخطاء الموجودة في دفاعات منتخب كرواتيا كانوا سبب في فوز المنتخب الفرنسي؟ هو المنتخب الفرنسي من الفرق الممتازه في كاس العالم، هذا كان جاهز على جميع المستويات، اولا على الجانب البدني، معناتها رينا منتخب فرنسي كان ينجم يلعب حتى 120 دقيقه معناتها من غير تعب، ثانيا معناتها الجانب الذهني والجانب التكتيكي، خاصه تقارب الخطوط الدفاع ووسط الميدان والهجوم، رينا معناتها 3 خطوط دائما اقرب لبعضهم، هذا اهم شيء. وين الفريق الفرنسي تمتع ب 24 ساعة ريكوبيراسيون، معناتها كان عنده وقت زايد في تحضير المباريات نتاعو، هذا أثر سلبا على مردود المنتخب الكرواتي، وهذا الشيء هذا كله ظهر في الصوت الثاني، رينا المنتخب الكرواتي اللي هو ما عادش ينجم حتى يتعدى وسط الميدان. هل اختيار المنتخب الفرنسي كمل حضرتك، تفضل يا كابتن. رينا منتخب فرنسي خاصه في وسط الميدان حاضر، وجميع الكرات الثانيه معناتها وسط الميدان خذاها، وذلك عليه معناتها بدا هجمات معاكسه، وكان الهدف الثالث والهدف الرابع اللي قام به على حظوظ المنتخب الكرواتي، وهذا ما يمشيش معناتها المنتخب الكرواتي اللي قدم كاس عالم ممتازه، لاعبين من طراز عالمي، برافو معناتها وصولهم للدور النهائي، مبروك للمنتخب المصري، ان شاء الله. هل حضرتك شايف ان اختيار لوكا مودريتش كافضل لاعب في البطوله هو فعلا اختيار يستحق عليه الجائزه، ولا حضرتك شايف ان في لاعب تاني كان مؤثر مع منتخبه اكثر وبالتالي كان يستحق اللقب؟ والله في كان لاعب ظاهر، لاعب المنتخب البلجيكي، من احسن اللاعبين اللي في كاس العالم هذا، وزاد مدريد زاد يتحقق احسن لاعب في كاس العالم. اخيرا طبعا كابتن مراد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه الاهلي، نجم الكره التونسيه طبعا، واكيد بيشرفنا وبينورنا، وتحياتنا مره ثانيه لاشقائنا التوانسه. طبعا نجم الكره التونسيه واحد من النجوم اللي اكيد استمتعنا بيها في كره القدم، لكن تتفق معايا في هازارد؟
لان شفتك بتضحك أزر... عشان كده بصيت لك عشان هو كان وانت بتسال السؤال انا كاتب قدامي ايه ده نصر عامل بطوله عظيمه جدا وكان مؤثر جدا في كل ماتشات بلجيكا. مودريتش كان هايل وهو احد طبعا انا شايف انه برضه من اهم لعيبه البطوله, لكن جه في اخر ماتشين كان خلاص بقى تعب قوي مش قادر يعني, فسواء في ماتش انجلترا او في ماتش النهارده كان واضح ان هو خلاص بقى يعني جاب كل حاجه عنده يعني. طيب احنا كنا بنكمل على المنتخبات العربية والمنتخبات الافريقية وقلنا ان دي اسوأ مشاركة للمنتخبات العربية والافريقية. ما اتكلمناش على مصر. تمام. ما اتكلمناش على ايه اللي حضرتك شايفه من وجهة نظرك ادى بمنتخب مصر للاداء السيء. يعني في عوامل كتيرة, هل بقى ان عدم وجود خبرة للاعبي منتخب مصر, هل طريقة مستر هيكتور كوبر لا تتناسب مع امكانيات لاعبي منتخب مصر وطموحات الجماهير, هل حضرتك شايف ان الضغط على لاعبي منتخب مصر لمده 90 دقيقه ادى الى اخطاء, ان انت حتى لو عندك احسن اثنين كانافارو ونيستا في قلب الدفاع وعلى طول بتدافع 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 هيحصل اخطاء, ولا حضرتك شايف ايه؟ بص احنا بدانا بشكل كويس وكنا متماسكين جدا في ماتش اوروجواي وعاملين يعني اداء دفاعيا كويس حسب الطريقه بتاعت مستر كوبر اللي احنا خلاص اتعودنا عليها بقى ثلاث سنين يعني, وكنا ماشيين كويس قوي لغايه اخر المباراه, بعدين جه الهدف اللي جه فينا انا حسيت ان حصل لخبطه كده حتى في بدايه ماتش روسيا, لكن برضو كنا ماشيين كويس ماتش روسيا لما دخل فينا الهدف الاولاني ارتبكنا بشكل مبالغ فيه يعني, ما كانش المفروض ان احنا يحصل الانهيار ده في 10 دقائق يخش فينا 3 اهداف. يمكن ده الاساس اللي عمل المشكله كلها, لان احنا كمان دخلنا مباراه السعوديه واحنا يعني واضح ان احنا مش عايزين نلعب, احنا داخلين المباراه تحصيل حاصل بنلعب وخلاص عشان نخلص الماتش ونروح. طب ده ايه السبب ده؟ حتى بلجيكا لما خسرت قبل النهائي الدافع اللي عندها بالظبط ولعبت ماتش الثالث والرابع بالتشكيل الاساسي وكانت عايزه تخلص المركز الثالث, يعني ايه السبب؟ يعني ازاي الامل الوحيد ان احنا نعمل انجاز؟ انا شايف ان هو مصر كانت لازم تفوز بالثلاث نقاط عشان تحقق عشان تعمل خطوه ايجابيه. احنا ثلاث مشاركات ما عملناش ولا فوز, فكان طبعا كان هيبقى مهم جدا ان احنا نكسب اخر ماتش ده ونعمل فوز كويس ونبني عليه في اللي جاي. مش عارف هل التجهيز النفسي ما كانش على احسن مستوى, هل كان حصل لخبطه شويه بسبب الظروف اللي حصلت, ما بصراحه ما مش قادر احدد ايه السبب بالظبط, لكن كان مهم ان احنا فعلا نستغل ماتش الاخراني ده ان هو يبقى بدايه, يبقى ده نقطه بدايه نبتدي نبني عليها ونكمل حتى لو كان الجهاز الفني مش هيكمل. الجيل ده لسه فيه لعيبه كتير ممكن تكمل في الفتره اللي جايه, لسه عندنا عناصر ممكن تخش عليهم ونكمل, احنا عندنا ارتباطات بسرعه جدا, احنا خلاص الشهر اللي بعد اللي جاي او الشهر اللي جاي عندنا مباراه بالظبط هنبتدي تصفيات كاس الامم الافريقيه, السنه الجايه عندنا كاس امم افريقيه وهنبدا تصفيات كاس العالم وهيبقى عندنا كاس امم افريقيه بعدها 2021 بعد بسرعه جدا بالظبط. طيب هل حضرتك البناء على محمد صلاح وعدم يعني الاعتماد بشكل كامل على بعض اللعيبه الاخرى اللي هي زي تريزيجيه او بنتكلم على ممكن عمرو ورده, بنتكلم على نص الملعب تطوير اللي ما حصلش, انا شايف ان انت حضرتك لما تلعب باتنين لعيبه نص ملعب زي بعض مش بيعمل اي نوع من انواع التنويع في اللعب, يعني مثلا كانتي وبوجبا كل واحد عنده مختلفين. اداء لعبه مختلف بالظبط. هل حضرتك شايف ان ده ممكن يكون لما حصل اصابه صلاح اثر عليك بالسلب ولا كنا جاهزين لحاجه زي كده؟ هي البطوله دي من ضمن الحاجات اللي استفدنا منها عموما ان انت الفريق اللي بيعتمد على لعيب واحد بس ما كملش, يعني لو شفنا كريستيانو رونالدو مثلا البرتغال بقيه الفريق رغم ان في اسامي تقيله قوي. طب هل ده من المونديال ده ولا من مونديال مارادونا 86 ان احنا خلاص ما فيش منتخب فردي بيكسب؟ لا المونديال ده بالذات يعني كان قوي, كان برضو يمكن المونديال اللي فات كان مثلا نيمار لكن طول ما هو موجود البرازيل ماشي كويس قوي, مجرد ما نيمار اتصاب البرازيل وقعت. فالمره دي لا, المره دي حتى في وجود اللعيبه الثقيله لا خلاص اللعب الفردي ما بقاش يعني او الفريق النجم الواحد ده حصل مع الكل, يعني البرازيل لما اعتمد على نيمار مثلا بشكل كلي في الماتش البلجيكا لا ما قدرتش تكسب. نفس الحكايه بالنسبه للارجنتين مع ميسي, نفس الحكايه بالنسبه للبرتغال, نفس الحكايه في اي فريق اعتمد على لعيب واحد, في حين زي ما انت بتقول مثلا فرنسا كانتي وبوجبا وجريزمان وماتويدي كل واحد له دور, كل لعيب في الفرقه مهم وله دور بتاعه, حتى بلجيكا احنا بنقول ايدن هازار انما عندك دي بروينا عندك لوكاكو عندك حتى في الدفاع فيرتونخن عندك الفريق كله يعني الفريق متكامل. ده اللي احنا استفدناه يمكن من البطوله دي, احنا لو شفنا فريق كرواتي قبل البطوله الناس هتقول مودريتش وراكيتيتش, لكن شفنا بروزوفيتش شفنا بيريزيتش شفنا مانزوفيتش, ده انا شايف ان هو من احد هي. الجنود المجهوله بالزبط. في منتخب كرواتي بيأدي نفس الدور اللي كانت بيأديه في فرنسا, يعني بالزبط. عمليه كفرنج يمين وشمال غير طبيعيه, هو كان عامل موسم حلو مع انتر لكن مع في الكاس العالم عدى بقى كل اللي عمله طول الموسم. بيريزيتش برده حاجه ممتعه جدا, انا شايف ان هو يعني لازم يتم يعني ازاي اللاعب يكون على نفس المستوى الرجولي اللي
بيرسيتش بيدي مش ممكن كان مصاب حضرتك قبل المباراه ما اتمرنش اليومين اللي فاتوا ومع ذلك بعد هجوم الماتش وبعد الهدف اللي جابه يعني عمل لقطه يعني بتدل على القوه يعني يشاور على عضله رجليه الاماميه قوه مفرطه يعني حضرتك دايما اللعيبه اللي من كرواتيا وبلغاريا والبلاد بيبقوا عندهم قوه رهيبه جدا. طيب هل حضرتك شايف ان منتخب كرواتيا كان لو ما لعبش الاشواط الاضافيه اللي لعبها في بطوله كاس العالم او حتى كان ريح اقل او في نفس الايام اللي راح بيها منتخب فرنسا وكان منتخب انجلترا خرجت بفوز عادي بدون اللجوء لوقت اضافي كان ممكن يعمل حاجه مع منتخب فرنسا ولا منتخب فرنسا قوي جدا ومستحيل يتم اختراقه بالسرعات اللي موجوده وبالامكانيات اللي موجوده؟ انا يمكن كنت متوقع كده قبل الماتش، كنت متوقع ان كرواتيا هتتاثر بالمعطيات الاضافيه الكتير اللي هي لعبتها، لكن ده في الماتش ما ظهرش، بالعكس يمكن اول نص ساعه كرواتيا هي اللي مسيطره على المباراه تمام. لكن الفرق زي ما انت قلت فرنسا فريق تقيل قوي 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 وده بان مع البطوله، يعني يمكن في المرحلة المجموعات كنا بنقول لا ده فريق ممل وديشامب هو العنصر او حلقه الضعف في الفريق او الحلقه ضعف في الفريق وهيبقى مشكله، انما من اول ماتشات الاقصائيه من اول ماتش الارجنتين في دور 16 ديشامب دوره مهم جدا جدا، والنهارده الطريقه اللي هو لعب بيها والتغيير اللي عمله بتاع زونزي مكان كانتي لان هو شاف ان كانتي مع سرعات لعيبه بلجيكا ومع سوري بلجيكا كرواتيا ومع تاخرهم في الماتش ان هم هيحاولوا يرعبوا ويضغطوا، نزل زونزي وقدر يستغل المساحات اللي ورا التغيير حلو جدا ان كانتي جداً. شايف ان عنده انذار ممكن ياخد كارت اصفر في كارت احمر زائد زي ما قلت لك ان خلاص كرواتيا فتحت لان لازم عايزه تعوض الجول، فهو ادى فرصه بنزول زونزي ده ريح بوجبا تماما، بوجبا قدر يسجل هدف ريح ان بقى الهجمات المرتده بتاعته خطيره جدا، هو لولا كمان ان هو كرواتيا جابت هدف الثاني اللي هو الغلطه بتاعت هوجو لوريس لما مانزوكيتش حط الهدف الثاني كان ممكن الماتش يفتح اكتر من كده، يعني كان ممكن الكرواتيا تجيب هدف اكتر من كده. أنا عايز هو خاف وقفل بعد الهدف الثاني. انا عايز اوري حضرتك يمكن معانا بعض الفيديوهات تكتيكيه عن منتخب فرنسا وبيته وازاي بيضغط على المنتخب الكرواتي، لو هنعرضها مع حضرتك دلوقتي عشان خاطر نشرح للناس بالملعب ان ازاي المنتخب الفرنسي ضغط على منتخب كرواتيا بشكل كبير جدا. كان بيلعب في نص ملعبه، ساب منتخب كرواتيا ان هو يجي وبعديها طبعا ايه يعني استغل القوه الرهيبه في الاندفاع وفي الضغط ان هو يستخلص يعني لو يعني طبعا قدامنا قدام حضرتك دلوقتي دي الفيديو الاول طبعا في زي ما حضرتك شايف ان منتخب فرنسا لو نعرض تاني معلش تاني نوقف لحظه بص هنا كل منتخب فرنسا موجود عند نص ملعبه، منتخب كرواتيا بيحاول ان هو ينقل الكوره، بيحصل تحرك جماعي يا دكتور بالزبط. لمنتخب فرنسا كتلة. ان هم كتله بتروح شمال بتروح يمين، وبالتالي دي الفيديو الاول اللي كنا طبعا عايز اشرحه مع حضرتك لمنتخب فرنسا. الفيديو الثاني لو نعرضه طبعا هيبين المساحات اللي موجوده. بص حضرتك الضغط التحرك بص التحرك بالزبط. ازاي اخذوا كره منتخب فرنسا عملوا ايه؟ لعبوا على المساحات اللي موجوده في ظهر الباك ليفت بسرعه امبابي وينطلق على طول عشان ياخد الكوره بالظبط. لما فرنسا جابت اربع اهداف فرنسا حصل عندها نوع من انواع شويه الكسل اللي موجوده ففتحت بعض المساحات اللي موجوده في خط الدفاع منتخب فرنسا ده، وده اللي هيبان في الفيديو الاخير. يعني لو نعرض برضو الفيديو الاخير اللي موجود معانا بص حضرتك ده الفيديو اهو ده منتخب كرواتيا بدا ان هو ايه يعني بدا ان هو يمسك كوره وعايز يهاجم المنتخب الفرنسي بعد ما منتخب فرنسا احرز هدف في الثاني في الثالث فخلاص بعض المساحات اللي اتفتحت شويه فبدا ان هم يهاجم فدي المساحات اللي كانت مفتوحه ورا خط المنتخب الفرنسي لما فك شويه بدا ان هو يبقى عنده مساحات. عايز اعرف بقى تعليق حضرتك على الكلام اللي احنا استعرضناه قدام المشاهدين وقدام حضرتك. ده اللي كنت بقول لك عليه دور ديشامب اللي ما كانش واضح في مرحله المجموعات وناس كتير انتقدته وانا كنت واحد من الناس اللي انتقدته وقلت ساعه ماتش الارجنتين هيبقى ماتش بين مدربين قليلين قوي سان باولي وديشامب واتغير تماما بعد كده من اول ماتش الارجنتين والماتشات اللي بعد كده سواء اوروجواي او بلجيكا او النهارده ديشامب عمل دور عظيم جدا جدا مع المنتخب فرنسا في الماتشات دي زي ما قلنا زي ما انت شايف في وحده كومباكت بتتحرك بشكل كويس جدا كل واحد عارف دوره كويس قوي من اول فاران وامتيتي حتى امتيتي اللي كان ناس كتير بتنتقد ان هو مثلا في برشلونه لعيب متهور شويه لا ما شفناش الموضوع ده خالص في طول كاس العالم بالعكس تماما شفنا لعيب عاقل قوي مكون مع فاران ثنائي قوي جدا في الدفاع الطرفين سواء لوكاس هرنانديز او بافار الاكتشاف بتاع البطوله بالنسبه لمنتخب فرنسا عاملين حاجه عظيمه جدا برضو تحركات
هايله جدا. زي ما قلت لك النهارده لما شاف ان كانتي ممكن يتعرض لحاجه راح منزل نزونزي، ونزونزي رغم انه ما لعبش كتير في البطوله نازل كانه اساسي طول يعني جاهز بشكل هايل. ده برده تجهيز عظيم جدا من ديشام. اعتقد لا اللي عمله ديشام من اول ما قلنا مباراه الارجنتين لغايه النهارده حاجه عظيمه جدا، وهو يستحق انه يكون بطل عالم، ويستحق انه يحط اسمه في التاريخ جنب زاجالو وجنب بيكنباور، انه يبقى ثالث واحد ده يفوز بكاس العالم كلاعب وكمدرب. الضربات الثابته في كاس العالم ليها دور كبير جدا، ده نسبه كبيره قوي، احنا بنتكلم في حاجه و40% تقريبا الاهداف. يعني بنتكلم على ان منتخب فرنسا اهدافه في النهائيات حضرتك لو تفتكر في 98 زيدان كورتين بالظبط تمام. بنتكلم النهارده ان كوره جريزمان او بتكلم على الضربات الحره بشكل بالظبط. فهل حضرتك شايف ان فعلا بقت سلاح خطير جدا وسلاح مهم لازم كل مدير فني يركز عليه، عشان ممكن تبقى هي واحده في الماتش تخلص له كل حاجه؟ وكمان شفنا انجلترا ان من 10 اهداف او من 11 هدف حوالي 8. فالنسبه بقى هل يعني هل دي برضه يعني في مونديال روسيا الضربات الثابته بقت علامه مميزه او حاجه المدربين بداوا ان هم يهتموا بيها قوي على حساب ممكن نقول المهارات الفرديه للاعبين؟ احنا لو بصينا على النسبه في مثلا في 2014 كانت تقريبا 24% او 21%، وفي النسبه في 2018 عديها ل 40% تقريبا 42 او 43%، فرقم احنا بنقرب بالنص تقريبا الاهداف من كور ثابته. فلا طبعا دي حاجه مهمه جدا وسلاح مهم جدا زي ما انت قلت بالظبط. كمان التكنيك اللي كان بيعمله فرقه انجلترا اللي هو تكنيك تدريب الباسكت اللي هو اللعيبه واقفه كلها خط واحد وبعدين كله بينطلق مره واحده بيخبوا ماجواير بالظبط. النهارده على فكره فرنسا عملتها اكتر من كوره، فواضح ان ده مستفادوا من اللي شافوه مع منتخب انجلترا. فلا دي حاجه مهمه جدا ونقطه قوه طبعا لما يبقى عندي استغلال ليها. لو شفنا مثلا حتى يعني في السنين اللي فاتت فرق زي اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد قدر يفوز بدوري اسباني بالطريقه دي بانه بيلعب كور لجودين، بانه بيلعب كور ثابته بشكل مميز جدا. فاعتقد لا العالم كله دلوقتي بيتجه للنقطه دي وبيطبقها بشكل كويس. فرنسا مطبقه على احسن ما يمكن طول البطوله، انجلترا نفس الحكايه، كرواتيا نفس الحكايه، كرواتيا برده عندها اهداف كتير جدا من كور ثابته. فلا سلاح مهم، واعتقد كل المدربين الكبار دلوقتي بيعتمدوا عليه ان هو نقطه قوه لما تجيلي لازم اطلع منها مستفيد. طيب اخد حضرتك لقلبي الدفاع فاران وامتيتي، وزي ما حضرتك قلت امتيتي كان عليه بعض الانتقادات لكنه تالق في البطوله، وكمان قلبي دفاع منتخب فرنسا، واحد صعد منتخب فرنسا في مباراه اورجواي وواحد صعد منتخب فرنسا في مباراه بلجيكا. هل حضرتك شايف ان فعلا جوارديولا كان عنده حق دايما لما يختار اثنين قلبي دفاع بيعرفوا يلعبوا كوره؟ هل ده يفرق مع المنتخب او مع الفريق؟ هنرجع للبيب افكت بقى اللي كله كان بيتكلم عليه وتاثير جوارديولا اللي كله بيتكلم عليه. ده مهم جدا جدا، وشفنا حتى في كل الفرق كده يعني، شفنا ماجواير وستونز برضو اهداف سجلوا اهداف مع انجلترا، شفنا ياري مينا والدور اللي عمله مع كولومبيا، يعني ياري مينا سجل ثلاث اهداف ثلاث مباريات ورا بعض مع كولومبيا. فلا اصبح حاجه مهمه جدا انك تستغل قلب الدفاع بتاعك، سواء انه بيلعب كوره حلوه خاصه كمان انجلترا، لان انجلترا كانت بتلعب بثلاثه ورا، فالثلاثه لازم يكونوا هم الثلاثه بيعرفوا يطلعوا بالكوره كويس قوي، وده تاثير بيب بقى لان هو كان سيتي بيلعب كده. والناحيه الثانيه اللي هو يبقى فعلا عندك قلب دفاع لما يجي لك فرصه يقدر يستغلها. طيب دلوقتي منتخب كرواتيا، نروح من قلبي دفاع منتخب فرنسا لقلبي دفاع منتخب كرواتيا. انا شايف من وجهه نظري ان ده اول اختبار حقيقي لفيدا ولوفرن من ناحيه اللعب على مهاجمين تقال. يعني منتخب كرواتيا منتخب نيجيريا مع احترامنا الكامل ليه ما عندوش مهاجمين تقال. بنتكلم على الارجنتين مع سان باولي طبعا في عالم تاني خالص، ايسلندا، بنتكلم على الدنمارك، بنتكلم على روسيا، بنتكلم على انجلترا، هاري كين وكمان كان بيقولوا ان هو مصاب، وفي نفس الوقت ما عندهمش القوه الهجوميه الخطيره جدا. فهل حضرتك شايف ان ده في اول اختبار فيدا ولوفرن لعب قدام طبعا قوه جريزمان وجيرو ومبابي، هل بقى يعني بلغه الكره اتكشفوا وكانوا ادائهم ضعيف، ولا هو ده المستوى اللي كان بيأدي بيه وكمان الاجهاد اللي زود عليهم اكتر في عمليه الضغط والرقابه؟ بصوا، ما فيدا ولوفرن لو بصينا لهم مع الانديه، فيدا مع بيشكتاش ولوفرن مع ليفربول كان عليهم انتقادات كتير قوي، لكن لوفرن جه في النص الثاني من الموسم عمل شغل كويس قوي لغايه نهائي دوري ابطال اوروبا، هو ماشي كويس قوي مع ليفربول وكمل ده في كاس العالم بشكل كويس. انا بالعكس انا شايف ان لوفرن من افضل المدافعين في البطوله. فيدا برده نفس الحكايه، لكن زي ما انت قلت يمكن النهارده تعرضوا لضغط قوي جدا من لعيبه سرعة جدا،
سواء جريزمان او مبابي. يعني جيرو يمكن ابطا شويه وجيرو ابعد شويه. يعني جيرو يمكن طول البطوله عمل دور ستيفن جيفارش في 1998 اللي هو مهاجم موجود في المنطقه بس ما ملوش. يعني هل حضرتك شايف ان جيرو نجح بتكمله الكلام حضرتك على لوفن وفيد؟ هل جيرو نجح؟ جيرو نجح في راي ديشامب ان هو شايف ان هو مهم وما فيش غنى عنه. وهو يمكن في ناس حتى فكرت بدور عماد متعب في 2010 مع كابتن حسن شحاته ان هو اللعيب اللي موجود وحواليه بيتكون اللعب في المنطقه الهجوميه. لكن نرجع لفيدا ولوفرن، لا انا شايف ان ممكن حتى النهارده الهدف الاولاني مش خطاهم برده الكره، او حتى في يمكن شك شويه ان بوجبا كان اوفسايد وراجع وضغط على مانزوكيتش في الكره دي. الهدف الثاني برده كره عرضيه جت في ايد بيريزيتش اعتقد واتحسبت ركله الجزاء. الهدفين اللي بعد كده شوطات من بره برده ما حدش ضغط عليهم فيها، يمكن خطا كان اوضح من سوباسيتش في الهدفين الحارس المرمى طبعا. فلا ما اعتقدش ان فيدا ولوفرن النهارده يعني مؤثرين قوي في الاخطاء، لكن هم على مدار البطوله شايف ان هم من احسن قلبي الدفاع خاصه لوفرن كمان في البطوله دي. لسه مكملين مع الدكتور عادل كريم في المونديال على قناه الاهلي وتحليل فني لمباراه فرنسا وكرواتيا، ايضا هنتكلم بشكل عام على بطوله كاس العالم. هنكمل مع حضراتكم لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناه الاهلي. لسه مكملين معاكم اخر حلقاتنا في تغطيه مونديال روسيا 2018 مع ضيفي وضيف حضراتكم اللي بيشرفني بينورني دايما ومتالق معايا في الجزء الاول من كلامنا عن كاس العالم الدكتور عادل قريب. دكتور عادل، كنا بنتكلم على المباراه النهائيه بشكل عام بشكل فني، لكن لفت انتباهي بعض الاحصائيات اللي موجوده في بطوله كاس العالم. عايز اعرف راي حضرتك، يعني بنتكلم على ان البطوله الحاليه سجلت اعلى ريكورد او اعلى معدل اهداف دخلت في مرمى، يعني لعيبه احرزت اهداف في مرمى بالخطا، وهي ضعف النسخه الماضيه. 12 هدف تم تسجيلهم في البطوله الحاليه، والبطوله الماضيه 2014 كان 6. هل تفسير حضرتك ده نتيجه عن ضغط المباريات وان المباريات المنتخبات قويه فبيحصل اخطاء، ولا قوه المهاجمين اللي بيلعبوا في معظم المنتخبات، ولا عامل نفسي، ولا هي جت صدفه ان يتم احراز 12 هدف؟ لا هي اعتقد هي فعلا ضغط كبير جدا من المهاجمين على المدافعين في الكور، لان لو بصينا على اغلب الاهداف هنلاقيها كده. احنا بنتكلم كمان ده رقم قياسي في تاريخ كاس العالم، مش بس البطوله اللي فاتت، ده هو في كل تاريخ كاس العالم كان هو سته، ده اكبر رقم. احنا الرقم اتضاعف، وعندنا كمان رقم قياسي جديد ان اول مره في تاريخ نهائي كاس العالم لعيب يحط هدف في مرمى. طبعا مانزوكيتش طبعا طبعا، وهو زودها كمان انه جاب هدف مرمى، جاب هدف لفرقته، يعني عمل الاثنين في نفس الماتش. طيب هل حضرتك شايف ان ده عام الفرنسيين من حيث المدربين؟ يعني زين الدين زيدان ثلاث دورات على التوالي دوري ابطال اوروبا حصل عليهم، اول مدرب في تاريخ العالم يحصل على ثلاثة تشامبيونز ليج ورا بعض. نتكلم على ديشامب انه بعد زجاله بعد بيكن باور انه بيخش مع من ضمن المدربين واللعيبه اللي حصلوا على البطوله، هو لاعب وهو مدرب. هل بقى حضرتك شايف ان ده جه وقت المدربين الفرنسيين ان هم يبداوا ان هم يعني يخشوا مجال التدريب بقوه، ولا هيبقى في المدرسه الاسبانيه، المدرسه الانجليزيه، المدرسه الايطاليه، ما فيش فيهم اي تغيير؟ بص انا مش من انصار حته المدارس قوي، بس يعني خلينا نتكلم ان ده جيل بقى اللي هو يعني ده الجيل اللي جاي اللي لسه صغير، مش صغير قوي بس صغير شويه يعني. يعني نتكلم مثلا ديشامب وزيدان الاثنين من جيل فرنسا 98 اللي خدوا كاس العالم 98. فالاثنين ابتدوا يحطوا بصمتهم بقوه جدا في عالم التدريب. يمكن ديشامب اكبر سنه من زيدان لان هو بدا مشواره في التدريب بدري شويه عن زين الدين زيدان، لكن زيدان حط بصمته بشكل كبير جدا. كان في كلام كتير ان ديشامب لو ما نجحش مع فرنسا زيدان هو اللي هيتولى المسؤوليه بعد كاس العالم. ديشامب اظن يعني سكت الناس كلها وخد كاس عالم خلاص. طب ممكن يمشي ويكون ده احسن انجاز وافضل طريقه ان هو يغادر بيها المنتخب الفرنسي؟ والله وارد، لان ايميجا كي لو فاكر بعد ما خد كاس عام 98 ومش ماشي، ده بطل تدريب تماما يعني، قال ان هو ده كده خلاص نهايه مشواري. لكن ديشامب اعتقد صغير في السن، ما هوش يعني 47 سنه او 48 سنه، ما اعتقدش هيبطل تدريب دلوقتي. لكن ممكن يبقى كمان رد على الانتقادات الفظيعه اللي جات له، خاصه كمان بعد اليورو لما خسروا اليورو على ارضهم في 2016. كان في انتقادات رهيبه جدا موجهه لديشامب، وقال ان هو سبب خساره البطوله بجيل عظيم جدا في فرنسا. فهو النهارده اعتقد كان واضح حتى وهم بيستلموا الميداليات ان هو فرحان زاد عن اللزوم،
يعني ما شفتش، انا مش متذكرش مدير فني بيرقص وبيتنطط وبيغني مع اللعيبه بالشكل ده. هو كان واضح ان هو سعيد قوي 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 بالانجاز اللي حصل. طب ايه الفرق بين ديشامب في 2016 في اليورو وخساره امام البرتغال، والفرق بين ديشامب 2018؟ هل نضج جدا جدا، فرق كبير جدا، واستغلال كمان العناصر اللي عنده. يعني مثلا كانتي كان معاه في 2016 ما عيبش خالص، بوجبا ما كانش محطوط في الحته دي، بوجبا في 2018 مختلف تماما، ما كانش فيه مبابي طبعا، مبابي حاجه قويه جدا. جريزمان في 2016 كان مهتم قوي بان انا اجيب اهداف بس، وكان هو هداف البطوله. جريزمان في 2018 لا، بيصنع اهداف اكتر ما يعني هو جايب 4 اهداف وصنع تقريبا 2 او 3، وعامل على طول موجود في المنطقه اللي هو بيعمل مسانده قويه جدا لكل زمايله الموجودين. ده كمان زي ما قلت لك كمان اللي احنا الفيديو اللي انت عرضته، المنتخب بيتحرك ازاي، الكتله بتاعت الفرقه بتتحرك ازاي. لا هو واضح انه مش نضج بس، ده نضج بشكل كبير قوي 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 كمان، نضج حتى في البطوله نفسها يعني مع تطور البطوله. ودايما بنقول الفريق اللي بياخد بطوله او الاحق بالبطوله اللي بيعلى مع البطوله. فرنسا مع كل ماتش احسن من اللي قبله. فده هسألك سؤال كده خبيث شويه. تمام. ديشامب واحد من النجوم اللي لعبوا في كاس العالم 98 وحصل على اللقب. هل حضرتك شايف ان يجب الاستفاده من اي جيل لعب في كاس العالم في الناحيه الفنيه؟ يعني منتخب مصر هل من الافضل انه يتم الاستعانه بواحد من الناس اللي لعبوا في جيل 90 كاس العالم عشان يكون موجود مع جهاز فني عشان يعرف ينقل الاجواء اللي كان بيمر بيها في كاس العالم للعيبه؟ هل ده يفرق ولا مش فارقه مع منتخب مصر كتير، وده ما فرقش مع منتخب فرنسا على قد ما ديشامب مدير فني بيذاكر، مدير فني بيعرف يطور نفسه؟ لا هو مش شرط، يعني هي الفكره بس يعني مش لازم ان انت عشان تنقل الاوجات تبقى حد في الجهاز، يعني ممكن تبقى موجود والكلام يتكلم مع اللعيبه. لكن ديشامب يعني خلينا نقول مثلا جيل 90 او 98 في فرنسا ما طلعش منه مدربين غير ديشامب وزيدان. يعني هو كان بلون ما تألقش قوي في حته التدريب، يعني ممكن انجازاته كلها مع باريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي اي حد بيمسكه بيعمل بيه انجازات، ما فيش مشكله في الموضوع ده. فما فيش ممكن بقيه العناصر كلها ما سمعناش عنها حاجه، لكن هو زي ما بقول لك هو مش شرط، ممكن تبقى فرق شخصيه. ديشامب بدا مشواره في التدريب بدري، مسك يوفنتوس، مسك موناكو، مسك فرق تقيله، فده طبعا كبره جدا قبل ما يمسك منتخب فرنسا. زيدان هو بدا على طول مع ريال مدريد، كانت بس عادي ان هو بدا مع ريال مدريد كاستيا او ريال مدريد اللي في السكند، وكان مساعد مع انشيلوتي فتره برضه اخد دخلته. خبره يعني ده التدرج الصحيح لاي مدير فني، لكن انا شايف ان هو برضه فرقت معاه في مشواره كتير وفرقت مع شخصيته كمان. زيدان شخصيه مختلفه تماما، يعني خليك برضه يعني خلينا نتكلم، مش اي نجم كبير بقى مدير فني ناجح، لكن لما تبقى انت بتتكلم مع لعيبه وانت زين الدين زيدان اكيد برضه هتفرق كتير. فهو زيدان فرقت معاه بشكل كبير جدا، واعتقد زيدان ذكي قوي في اتخاذ قراراته. يعني فكره ان انت برضو بعد 3 شامبيونز ليج انك تسيب ريال مدريد تقول خلاص انا عندي الدنيا حصلت زي تشبع تمام مع اللعيبه ومش هقدر اوصل لحاجه اكتر من كده، قرار في منتهى الذكاء. هنشوف بعد كده بقى هل هو الموسم الجاي هيعمل حاجه ولا هيستنى اكتر من كده كمان، هيستنى موسم كمان هيبان بقى الفتره اللي جايه. لكن اعتقد زيدان مشروع مدرب عظيم جدا. شخصيه ديشامب في توفير المناخ الجيد للعيب، ان هو يعرف يسيطر على مجموعه اللعيبه اللي احنا شفناها دول كلهم مع بعض، وعدم الاستعانه بلاكازيت ومارتسيال وكريم بنزيما يصر على موقفه من اليورو الاخير، هل حضرتك شايف ان ده انجاز يتحسب لديشامب في شخصيته القويه، ان هو يعرف يسيطر على كل النجوم دول؟ طبعا، وكمان شخصيته القويه زي ما قلت لك في الانتقادات الرهيبه اللي كانت موجهه له وما تاثرش تمام. يعني لو هو مثلا بيسمع وبيشوف الاعلام بيقول ايه وكده كان ممكن ما نلاقيش جيرو في الماتشات اللي فاتت، لان جيرو كان مختفي تمام في ماتش مثلا مرحله المجموعات، كان ممكن ما نلاقيهوش بعد كده. كان ممكن يسمع انتقادات مثلا لبافار في اول بطوله، ان كله كان بيتكلم ان مندي هو اللي هيلعب، لان مندي يعني كمان على الطرفين مندي وسيدي بيه، كان كله متوقع ان هم دول اللي بيلعبوا مع انديتهم، هم دول اللي كانوا على طول في التصفيات مع المنتخب. لكن هو اكتشف فافار واكتشف لوكاس هرنانديز وخلاهم هم الاثنين هم الاساسيين. هو ما استمعش لاي انتقادات خالص، بالعكس فضل ماشي في مشواره كويس جدا، وكان طبيعي انه يتوج، واعتقد ان هو يستحق تماما التتويج باللقب في الاخر. يعني من 82 مدرب منتخب مصر السابق ماركو تارديلي مع ايطاليا هو اخر لاعب سجل هدف من بره منطقه الجزاء في نهائي كاس عالم. 2018 بعديها بسنين طويله قوي بينجح ان امبابي وبوجبا يجيبوا هدفين من خارج منطقه الجزاء. ايه التفسير او حضرتك شايف ايه السبب اللي بيؤدي الى ان مباريات نهائيه لكاس العالم في سنين طويله قوي ما حدش قدر يفك عقده تارديلي غير بوجبا وامبابي بهدفين من بره منطقه الجزاء؟ هل ده حضرتك ليه علاقه بخلاص كرواتيا المجهود البدني خلاص قل، وبالتالي التركيز قل، فالضغط قل، فالمساحات كترت؟
دي نقطة طبعا ونقطة مهمة جدا. الحاجة التانية كمان ان الماتش اتفتح بعد الاتنين واحد لان كرواتيا عايزة تعوض، وكمان فكرة ان هي بعد ما تعادلت دخل فيه هدف تاني في نهاية الشوط الاولاني، ده يمكن خلاها نازلة فتح الجيم شوية في الشوط التاني. خلينا كمان نتكلم ان ماتش النهاردة احنا بنتكلم من سنة 86 لما كان نهائي 3-2 ارجنتين والمانيا، بقيت النهائيات بعد كده من ساعتها ما فيش اي نهائي جه فيه اكتر من هدفين. احنا 90-1-0 94-0-0 98-3-0 بس كانت ماتش وان سايد جيم يعني. بعد كده 2002 1-0 في الوقت الاضافي، 2014 الوقت الاضافي، 2006 كان ضربات جزاء. فبنتكلم ان البطوله بقى لها فتره ان هي تالت اعلى نهائي يجيب فيه اهداف، يعني ده 5-2 بتاع 58 البرازيل بالظبط، البرازيل والسويد. بعد كده هو ده متساوي مع نهائي 4-2 بتاع 66 ونهائي 4-2 بتاع 30 اول نسخ خالص، الارجنتين واوروجواي في 36 و 66 المانيا وانجلترا. فلكن لا ده برضه ده حاجه تانية تقولك ان البطوله دي مختلفه، ان البطوله دي فيها كوره مختلفه تماما، فيها الفرق بتلعب من غير او مش حواجز، من غير معوقات، من غير حاجه مقفلاهم لا نفسيا ولا حتى في الملعب. ده بان في البطوله كلها. احنا بنتكلم ان احنا مثلا بعد مرحله المجموعات كله كان بيتكلم ان عدد الاهداف قليل، احنا وصلنا في نهايه البطوله لان احنا 168 هدف فرقه هدفين بس عن الرقم القياسي في تاريخ البطوله. رغم ان يعني كان ممكن باي ماتش من الماتشات اللي فاتت ده يحصل، احنا بنتكلم في بطوله كامله فيها تعادل سلبي وحيد. احنا من سنه 54 فرنسا قدامك في المجموعه وكان الاثنين خلاص ضامنين التاهل، فكان الماتش يعني ما كانش تحصيل حاصل. احنا من 54 اقل بطوله 58 كان فيها 2 تعادل سلبي، بعد كده اقل حاجه هي 3-4. اخر بطولتين كاس عالم كان فيهم 7 تعادل سلبي، احنا المره دي تعادل سلبي واحد بس طول البطوله، فاعتقد ده رقم مميز جدا. فعشان كده يعني كل ما بنتكلم ان دي من احلى بطولات كاس العالم كل حاجه بتقول كده، كل الارقام وكل الاهداف كل الاحصائيات بتقول كده. طبعا 86 بروتشاجا طبعا حضرتك اكيد حضرته في 86 لاعب نونت، كان اول لاعب في الدوري الفرنسي يسجل في نهائي كاس عالم. برضه نفس القصة 2018 بينجح امبابي ان هو يكون تاني لاعب في الدوري الفرنسي يجيب هدف. هل حضرتك شايف ان الدوري الفرنسي حتى من 86 يعني بنتكلم من زمن بعيد جدا ان هو مش اي لاعب مميز عنده جنسية فرنسية حلمه اكبر من الدوري الفرنسي، ولا ممكن مع الوقت يرجع هيبة الدوري الفرنسي تاني بالفلوس اللي موجودة في باريس سان جيرمان بالتعاقدات القوية زي نيمار وزي امبابي موجود عنده مستقبل كبير جدا و تياجو سيلفا وغيره وغيره، وموناكو طبعا جه عليه فتره كان عنده فالكاو عنده او لسه موجود. هل حضرتك شايف ان 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 الدوري الفرنسي فعلا ممكن يرجع تاني، ولا هي خلاص كده هي مرحله بتيجي بالصدف في كل نهائيات كاس العالم كمان عشان خاطر امبابي صغير في السن؟ بالظبط. خلينا نتكلم ان فرنسا رغم ان دوري فرنسا يعتبر من اكبر 5 دوريات في اوروبا، لكن فرنسا عندها مين خد شامبيونز ليج غير مارسيليا سنه 93؟ مفيش. صعدوا طبعا اللي بيصعدوا لاوروبا ليج، لكن ثلاث نهائيات بيخسروا اخرها طبعا كان اتلتيكو مدريد الاخير. فانا بتكلم ان مفيش فرنسا كل تاريخها في بطوله شامبيونز ليج هو لقب وحيد لمارسيليا سنه 93. فطبعا اكيد الانديه الفرنسيه ما هياش برده بالمستوى الاقوى ده، اللعيبه ما عندهاش طموح ان هي تكمل في فرنسا. يعني مبابي بعد تألقه من السنه اللي فاتت دلوقتي كله بيتكلم بيه رايح فين. ما انا عايز اكمل ولا هيمشي، بس هو صعب ان هو مش حرام يفضل موجود في الدوري الفرنسي، يعني حرام لاعب بالامكانيات دي يكون موجود في باريس سان جيرمان. انا بتكلم على من ناحيه القوه، من ناحيه الاثاره، من ناحيه ان احنا حتى بنتفرج وبنتابع، ما حدش هنا بيتفرج الدوري الفرنسي. هل ممكن باريس سان جيرمان يفرط فيه؟ هو خلي بالك باريس سان جيرمان واخده اعاره لغايه دلوقتي، ما هو اعاره بس طبعا، بس هو عنده شرط بيع ب 180 مليون طبعا. هل بقى فكره اللعب المالي اللي هو التراكمي اللي هو عنده مشكله بتاعه نيمار وعايز يخلص من اللعيبه، ولا هيجيب مبابي هيحافظ عليه ويبيع مثلا ناس ثانيه؟ يعني في كلام ان هو هيبيع ادريان رابيو مثلا لبرشلونه، برشلونه، وفي دي ماريا، في كلام ان دي ماريا بالظبط هيمشي، في كلام ان فيراتي ممكن، فيراتي قد برضه ممكن يبقى هو احد الحلول اللي هو بيحاول ايه يتخلص من لعيبته عشان يقدر يعوض شويه موضوع العجز في المالي اللي عنده. خلينا نتكلم برضه ان باريس سان جيرمان داخل على عصر جديد مع توماس توخيل. توخيل ممكن يكون طريقه تفكيره في اللعب مختلفه. هل هي مخاطره؟ باريس سان جيرمان بيخاطر، انا مش عارف بيخاطر ليه دايما ان هو بيجيب اسماء عايز يديها فرصه. خلي بالك باريس سان جيرمان دلوقتي خلاص من المفروض ان هدفك مش الدوري، انت بتاخد الدوري باي فرق. وهو دي حاجه احنا كلنا عارفينها. يعني انت الخمس بطولات بتوع فرنسا او الاربع بطولات اللي بتلعبها فرنسا بتاخدهم وانت شايل ايدك. فخلاص انت المفروض هدفك الشامبيونز ليج، فانت برضه فكره ان انت اعتمدت على يوناي امري وهو ما عندوش الحته دي واخذ لك سنتين وثلاثه، وبعدين بتعتمد على توخيل برضه انت شايفها ان هو ريسك، انت توخيل برضه ما عندوش الحته دي في اوروبا. يعني مثلا كان قدامك مثلا انشيلوتي
انشيلوتي عنده اللي هو بياخد شامبيونز ليج، واخد 3 شامبيونز ليج. فهي لا اعتقد فعلا زي ما انت قلت هي مخاطره. وهل بقى هل توخيل هيحط في حساباته ده؟ وهل هم هيفكروا ان هم مبابي يبقى موجود؟ هل مبابي نفسه عنده فكر ان هو يروح حته تانية، يروح ريال مدريد مثلا او يروح برشلونه؟ والنهارده مثلا شفت تصريح ريو فيرديناند بيقول مانشستر يونايتد هاتوا مبابي باي سعر، اجروا هاتوه باي سعر. فده هل ممكن يونايتد يخش في الموضوع؟ هل ممكن انديه ثانيه تخش في الموضوع ده؟ طب هل الكلام هيبقى مع موناكو ولا مع باريس سان جيرمان؟ حسب باريس سان جيرمان هيفعل الشرط ولا لا؟ هيفعل، ما هو عنده شرط ان هو يدفع 180 مليون يورو ياخده. هل هيفعل الشرط ولا لا؟ ده هيبان بقى خلال الايام اللي جايه دي. طيب احنا مستنيين ميركاتو تقيل. يعني هنشوف فعلا ميركاتو تقيل جدا، وكمان اللعيبه اللي خلصت النهارده اخر مباراه مفيش وقت بينها وبين راحه اول مباراه في السوبر الانجليزي، اعتقد الوقت ضيق جدا. خلاص احنا من اقل من شهر، يمكن ثلاث اسابيع او اسبوعين كمان. فبس اعتقد اللعيبه دي بتريح، اللعيبه دي بتريح شويه، بيدوم اجازه شويه. يعني يمكن النهارده حتى لسه كلوب بيقول على ان صلاح هيبقى موجود معاه لكن مش هيلعب اول ماتشين في المعسكر. انت متخيل حضرتك راكيتيتش النهارده لعب حوالي 70 ماتش في الموسم كله تقريبا 70، بنتكلم رقم كبير جدا 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 يعني. طيب كده كلامنا خلص على مباراه كرواتيا وفرنسا وكاس العالم. اخد حضرتك بقى الجزء المهم جدا، مباراه يوم الثلاثاء المنتظره ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي وفريق تاونشيب رولرز البوتسواني، ومباراه مهمه جدا بداية لموسم جديد، مدير فني جديد، حلم مختلف، طموح مختلف. يعني برضو مركز الأهلي في المجموعة، الأهلي بيسعى أنه هو يصعد في بطولة أعتقد أنها برضو محببة للجمهور. طبعا عايز أعرف رأي حضرتك بداية في التعاقد مع كارتيرون والفكر الفني اللي بيفكر فيه، وشايف إزاي ممكن يطور النادي الأهلي. حضرتك طبعا أنا عارف أن حضرتك من المقربين ليه، وبالتالي تعرف تتكلم معاه بشكل أكبر على كارتيرون. طب هو الفكره التعاقد مع كارتيرون اعتقد كانت موفقه لسبب ان احنا في وقت ضيق جدا وفي موقف صعب في دوري ابطال افريقيا. فكارتيرون ما عندوش الفكره ان انا حاجه اقول لك لا انت عندك، انت بتلعب من غير جمهور ولا بجمهور، انت الملاعب عندك مش كويسه، سفريات افريقيا متعبه، ده انا بروح انزل ترانزيت في اثيوبيا وبعدين اطلع بعد كده. فهو لا، هو عارف الكلام ده كويس قوي. هو اشتغل في مازيمبي، يعني اشتغل في ظروف في الكونغو الديمقراطيه برضو تحت ضغط كبير جدا في مازيمبي، فريق مع برضو ما بيعرفش غير الالقاب، وهو قدر معاهم انه يوصل قبل نهائي شامبيونز ليج مره وخد الشامبيونز ليج في السنه اللي بعدها. اشتغل قبلها في منتخب مالي وقدر ياخد بيهم المركز الثالث في دوري ابطال افريقيا. اشتغل في مصر حتى مع وادي دجله في نفس الظروف دي، في نفس الملاعب ونفس الظروف العدم وجود الجمهور والكلام ده، واعتقد ان هو اثبت نجاحه في كل ده. كارتيرون من المدربين اللي عندهم فكر، عنده مشروع، يعني هو بيخش على مشروع ينفذه مع الفريق، وده اعتقد ان ده موجود مع الاهلي في الوقت الحالي. انت عندك جيل محترم جدا من اللعيبه اللي موجود، وعندك عناصر خبره قويه جدا، احمد فتحي وحسام عاشور ومحمد الشناوي واكرامي، فعندك عناصر خبره كويسه جدا، وعندك لعيبه صغيره بتخش معاهم تدريجيا في الفريق. فانت محتاج انك تعمل ميكس بين الاثنين، وهو اعتقد عنده النقطه دي يقدر يعملها كويس. الظروف الصعبه اللي احنا فيها في دوري ابطال افريقيا تتحل بالماتشين اللي جايين، ماتشين تاونشيب رولرز مش بقول انهم سهلين، بالعكس طبعا. فريق اول مره يشارك في دوري المجموعات، اول مره فريق من بوتسوانا حتى يوصل للمرحله دي. اثبت في الماتشات اللي فاتت ان هو فريق بيلعب بهدوء جدا، لان هو ما عندوش حاجه يخسرها. حتى مدربه كان لما كان في اول مباراه بيسالوه قال لهم انا احنا مجرد اللي احنا عملناه ده انجاز ما كناش نتوقعه، فانا بلعب، احنا بنلعب كوره مش فارقه معانا خالص. فده طبعا سلاح ذو حدين، ده ممكن يبقى مخاطره كبيره جدا بالنسبه لك، لكن انت كنادي اهلي طبعا اكيد محتاج. انا شايف انك ممكن بالست نقط ان شاء الله بتوع ماتشين تاونشيب رولرز تعدل المجموعه تاني، ترجع تاني حظوظك بشكل كبير جدا انك توصل الدور اللي بعديه، وبعدين بقى نبتدي ناخد بقى المرحله اللي بعد كده. خلاص ده مرحله خروج مغلوب، احنا نقدر ان شاء الله ان احنا نلعب فيها بالشكل بتاعنا واللعب بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. هل شايف ان الاهلي ازاي ممكن يبدا المباراه؟ هل حضرتك شايف ان الاهلي ممكن ان تكون انطلاقته مع لقاء تاونشيب ومع مستر كارتيرون انطلاقه قويه، انطلاقه ايجابيه؟ حضرتك عارف دايما لما بيحصل تغيير في الجهاز الفني لاعب ممكن يكون الجهاز السابق مش بيعتمد عليه، فبالتالي يجي له امل من اول وجديد ان هو يقاتل في التدريبات ويجي له فرصه. هل حضرتك شايف ان الاهلي في مباراته اللي جايه يوم الثلاثاء ان شاء الله قادر بطريقه اللعب اللي هيلعب بيها بالمزيج اللي ممكن نشوفه ما بين الشباب وبين الخبره اللي انا اعتقد مستر كارتيرون هيعتمد عليه، ممكن الاهلي يعمل او يبدا بقى في الاداء الممتع اللي كان بيمتعنا بيه قبل كده والاداء الجيد اللي احنا كنا بنشوف كمان مستر كارتيرون وصل ليه مع نادي وادي دجله؟ بالظبط. هو يمكن بس كارتيرون نفسه قالها في المؤتمر الصحفي بتاعه ان انا جاي عشان النتائج ثم النتائج ثم النتائج، فهو ده اهم دلوقتي من الاداء، واكيد في الصرف ده
في افريقيا والظرف اللي الناس بتتكلم فيه، انا عايز نتائج. هي الفكره زي ما انت بتقول، هي البدايه مهمه جدا، والبدايه كمان بتقربك للجمهور. يعني لو فاكر بدايه مستر مانويل جوزيه مثلا، ان هو اول مباراه ريال مدريد، ماتش ودي صحيح بس مكسب ريال مدريد، ثم رحت على انجولا بتلعب مع بيترو اتلتيكو كسبت 3-1، وبعدين رجعت كسبت شباب بلوزداد هنا في مصر 1-0. فانت بدات بدايه قويه جدا، فديت للناس خلاص الناس قربت منك قوي، الناس يعني خلاص قالت لا الراجل ده جاي عارف هو بيعمل ايه. اعتقد دي البدايه هتبقى مهمه جدا مع كارترون في ماتشين ان شاء الله تاونشيب. دي تديله ثقه كبيره قوي مع الجمهور، وتديله ثقه كبيره جدا مع اللعيبه، وترجعك على الطريق تاني. فعشان كده اتمنى ان شاء الله البدايه تبقى كويسه، اتمنى ان الناس تروح باذن الله. اعتقد هو العدد مش كتير، لكن باذن الله يعني شايف ان الجمهور يكون ليه دور ان شاء الله. اكيد طبعا الجمهور الاهلي طول عمره له دور، الجمهور الاهلي طول عمره هو اول واحد في الملعب يعني. فان شاء الله باذن الله يعني نتمنى ان شاء الله بعد كده يبقى العدد اكبر. اتمنى ان ماتشات ترجع القاهره تاني باذن الله الفتره اللي بعد كده، لان هيبقى اسهل كتير للجمهور بتاعنا. لكن خلينا ناخد دي خطوه، خلينا ناخدها بدايه لكل الجهاز الفني الجديد، للعيبه، موسم جديد. عندنا طموحات كبيره جدا، عندنا لعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله تقدر تعمل اللي احنا مستنينه منهم. نحط رجلنا تاني في المجموعه، نرجع تاني منافسه على المجموعه، وان شاء الله اعتقد ان احنا قادرين نعمل ده. المباراه اللي هتكون بعد كده في تاونشيب، مباراه العوده، هل حضرتك شايف ان لو النادي الاهلي قدر انه يحسم المباراه في القاهره ويفوز، هل هتكون سلاح قوي ان النادي الاهلي يروح ياخد الثلاث نقاط في بوتسوانا، ولا فريق تاونشيب بما انه باول مره بيشارك فبالتالي الموضوع هيكون صعب على النادي الاهلي؟ هم خلي بالك على ارضهم كسبوا كامبالا سيتي بالظبط، فهو زي ما قلت عندهم ثلاث نقط، عندهم ثلاث نقط بالظبط، خسر بعد كده من الترجي 4-1 في تونس. لكن هو زي ما قلت لك فريق بيلعب ومش باكي على حاجه، فده سلاح ذو حدين. ممكن من ناحيه زي ما قلت لك هيبقى هو خلاص نازل كده. طب لكن ايه الاصعب يا دكتور عادل؟ ان انت تلعب فريق عارف كل حاجه عنه ومشارك قبل كده، فبالتالي انت عندك خزين كروي ومباريات وطريقه لعب واسلوب، وتعرف تجيب اهم اللاعبين واميز اللاعبين، ولا وعندك فريق مغمور لسه اول مره يشارك ما عندوش اي طموحات ولا اي انجازات، وبالتالي الموضوع يكون صعب عليك في الحصول على اي معلومه خاصه بالفريق؟ هي بس المعلومات اعتقد دلوقتي بقت متاحه، لان الماتشات كلها بقت مذاعه، يعني يمكن اغلب الماتشات بتاعه الدوري الابطال مذاعه في القنوات اللي راعيه البطوله. لكن فكره زي ما انت بتقول فعلا فريق ما عندوش حاجه باكي عليها، ده بيصعب عليك المهم، لان هو مش نازل بقى مركز وعلي عايز يقفل، لا هو مش فارقه معاه، فده فعلا بيبقى مشكله قدام الفرق الكبيره لما تلعب قدام فرق زي دي. لكن انت عندك من الخبرات اللي يقدر يسمح لك بده، زي ما قلنا ان شاء الله بس نركز ماتش يوم الثلاث، لو عدى على خير باذن الله قدرنا نكسب، ده هيديك طموح كبير جدا ودافع كبير جدا انك تروح تكسب كمان في بوتسوانا، لان ساعتها هتبقى كان اللي فات ما حصلش، يعني كان الماتشين اللي فاتوا اللي حصل فيهم تعثر دول كانهم ما حصلوش، هترجع المجموعه ثاني لطبيعتها، وهيبقى عندك مباراتين فاضلين سواء الترجي في تونس او كامبالا سيتي في مصر، تقدر انك تتعامل بيهم، تاخد المطلوب منهم وتقدر تعدي للدور الثاني ان شاء الله. هل شايف ان مستر كارتيرون ممكن يبدا بتشكيل المباراه او بطريقه اللعب، بلاش التشكيل، بطريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها مع كابتن حسام، ويبدا يبني عشان ما يغيرش مره واحده فيحصل صدمه في طريقه اللعب، ولا حضرتك شايف ازاي ممكن يبدا المباراه؟ هو من مزايا باتريس كارتيرون ان هو عنده المرونه في الحته دي، مرونه ان هو ممكن يغير الخطه جوه الماتش نفسه كمان. لكن اعتقد انه فعلا هيبتدي بنفس الطريقه، لان الظرف الحالي هو تقريبا كمان حتى اللعيبه اللي معاه ما قعدتش فتره طويله، اغلب اللعيبه الدوليين يا دوبك راحوا المعسكر بتاع كرواتيا في الاخر، فما قعدوش فتره طويله، ففكره ان انا اغير خطه بشكل جذري ما اعتقدش هتبقى وارده في الوقت الحالي. ممكن نلعب بنفس الطريقه، لكن هيتغير بقى الشغل جوه الملعب، وزي ما قلت لك هو حتى مع ديجلا ومع مازيمبي كان بيغير الطريقه في المباراه نفسها، يعني هو ما عندوش جمود تكتيكي يعني. فنتمنى بس ان شاء الله تبقى بدايه موفقه باذن الله، وده يدي طمانينه اكتر ويدي له فرصه اكتر في الماتشات اللي بعد كده، الموسم لسه طويل ان شاء الله، ونشوف بقى حاجه تبسطنا باذن الله. دكتور عادل كريم ناقد الرياضي في الجول، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، شرفتني ونورتني، واتكلمت طبعا بشكل رائع جدا على كاس العالم، ودايما تكون متالق وموجود معنا على قناه الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك يا عمر، طبعا انا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، ومبسوط ان انا في قناه الاهلي اللي بعتبرها بيتي يعني. طبعا وبالتوفيق رب ان شاء الله، وكل سنه والناس طيبه بقى بمناسبه كاس العالم، ونرجع بقى للموسم المحلي ان شاء الله. كنا مع حضراتكم في المونديال على قناه الاهلي، اخر حلقه في المونديال، حاولنا نعيش يعني حضراتكم حدث بحدث، وكل الاخبار الخاصه بالمونديال ومداخلات واخبار، كان مجهود رائع جدا جدا ومجهود جبار من كل فريق العمل وطاقم الاعداد. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نحاول نرضي كل جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرجوا علينا، زي ما حضراتكم متعودين دايما بنحاول نجيب المختلف على قناه الاهلي، زي ما انا قلت كمان ان قناه الاهلي مختلفه في كل شيء، ودايما تفضل مختلفه، اسم كبير جدا في
العالم كله اسم النادي الاهلي ولوجو وشعار النادي الاهلي ده كبير جدا جدا، فبنحاول نعمل اقصى حاجه عندنا علشان نرضي حضراتكم. فكنا معاكم على مدار شهر كامل في المونديال، تعبنا فيه جدا جدا، لكن نتمنى في الاخر انه ينال رضا كل المشاهدين. تاني بشكر كل طاقم الاعداد وطاقم العمل بالكامل على التعب اللي احنا عملناه والمجهود الرائع، لكن في الاخر الحمد لله انا اعتقد ان طلعنا بحاجه ترضي جمهور ومشاهدي قناه الاهلي. ان شاء الله نشوفكم دايما على قناه الاهلي، لكن في احداث مختلفه. كاس العالم خلص، هنرجع لاولى مباريات النادي الاهلي ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا يوم الثلاث امام فريق تاونشيب. كل التوفيق للنادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي دايما على القمه. نشوفكم دايما على خير على قناه الاهلي، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.